بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. مع بداية كل عام جديد سيظل النادي الأهلي هو قلعة الرياضة والوطنية، سيظل النادي الأهلي منظومة رياضية متكاملة، سيظل النادي الأهلي منظومة احترافية. الأهلي هو فخر لكل الأهلوية، الأهلي كيان عظيم برموزه وبجماهيره. جماهيره هذه الجماهير العظيمة العاشقة للكيان، جماهيره السند واللاعب رقم واحد، جماهيره هي سر بطولاته. فالأهلي هو عشق السنين ومصدر الإلهام والسعادة اللي شعاره دايما تاريخ مبادئ وتطوير. تمر الأيام ويبقى الأهلي دائما فوق الجميع. في حاجات وأماكن ومعارف بيروحوا نسيانهم سهل، والفرق في حبنا للأهلي إنه في نفس غلاوة الأهلي. اسأل على الأهلي وبطولاته هيقول لك وسع للحق، وكفاية على الأهلي طبعا. مع بداية العام الجديد كل سنة وحضراتكم طيبين، ودايما إن شاء الله يكون عام 2019-2023 هو عام الجمال والبطولات. الحقيقة كان لازم أبدأ مع حضراتكم بهذه المقدمة، الحقيقة لأن كل كلمة الواحد بيقولها هي حقيقة راسخة من 1907 وحتى الآن، ومع كل سنة جديدة بتكون مبادئ النادي الأهلي اللي عاملة جنان لبعض الناس، اللي دايما من خلال هذه المبادئ بنعمل في إطارها. فالأهلي هو قلعة الرياضة الوطنية في مصر. نشأ النادي الأهلي منذ البداية ناديا مصريا وطنيا. لماذا اختار المؤسسين اسم النادي الأهلي؟ لا، ليه ما سألتش حضرتك كجمهور النادي الأهلي هو ليه اختار مؤسسي النادي الأهلي أو مؤسسو النادي الأهلي اسم النادي الأهلي كاسم لهذا النادي الكبير الوطني؟ عارفين حضراتكم ايه؟ إشارة إلى الأسرة المصرية، إشارة إلى الأسرة المصرية، والترجمة بالإنجليزية ناشونال يعني إيه؟ الوطني أو الوطنية. فمنذ بداية إنشاء هذا النادي والهدف هو الوطن، ودائما ما يسعى النادي الأهلي لتطوير الرياضة المصرية والمساهمة في تحقيق الإنجازات، لأنه النادي الأهلي هو المنظومة المحترفة بمعنى الكلمة. عندما تتحدث عن النادي الأهلي، عندما تسأل عن النادي الأهلي بتقول إيه؟ ردك بيكون إيه؟ أقرب الأندية لتطبيق نظام الاحتراف الأوروبي ولكن في مصر، وإحنا كل العالم شاهد على ذلك. وكل الحقيقة ما يتم تحقيق إنجازات على مدار تاريخ القلعة الحمراء ده كان بسبب إيه؟ جمهوره ورموزه، رموزه في كل الألعاب والمناصب. أما جمهور النادي الأهلي
فدائما هو العامل الرئيسي في الإنجازات والبطولات، وهو الروح التي تمد الجسد بالطاقة لتحقيق الإنجازات. فالنادي الأهلي دايما شعاره إيه؟ زي ما حضراتكم بتشوفوه دايما، تاريخ ومبادئ وتطوير. الحقيقة طول عمرنا قافلين بابنا علينا كفرقة وكجمهور، طول عمرنا وطول عمر حضراتكم انتوا اللاعب رقم واحد. انا ليه ببدأ بهذا الكلام وليه ببدأ بالإشادة الدائمة بالجمهور خلال هذه الفترة؟ اولا انا بشكر حضراتكم جدا 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 على كل بقالي يومين ثلاثة كده بيجيلي مسجز او رسائل بتيجي على قلبي على طول، بتخليني ابقى سعيد ومبسوط. ومن ناس 90% من اللي بعتولي الرسائل دي ناس كانت بتنتقد البرنامج، بتنتقدني انا شخصيا جامد جدا، وكانت الناس دي كانت بتنتقدني وانا ما كنتش بزعل، لانه انا ساعات بقرا على السوشيال ميديا، او مش ساعات، كتير بقرا على السوشيال ميديا انتقادات لحاجات معينه. ولكن اولا كل كلمه انا بقولها هنا في هذا البرنامج بتكون عن اقتناع، ده اولا. ولما بقول الكلام اللي انا بقوله عن اقتناع ببقى مقتنع بيه ليه؟ علشان غالبا انا تليفوني رقم تليفوني مع ناس كتيره، مع جمهور النادي الاهلي، ناس كتيره جدا جدا من جمهور النادي الاهلي بتكلمني، ناس ما اعرفهاش. فدايما بلاقي ساعات بلاقي الاسبوعين اللي قبل اللي فاتوا دول كانوا كلهم انتقادات، لغايه من 3 4 ايام لقيت الناس اللي بتكلمني كلها بيقولوا لي قناة الأهلي كان عندها حق. قناة الأهلي والبيت الكبير كنتوا دايما واقفين مع الفريق، وواقفين مع إدارة النادي، وواقفين مع كل اللاعبين، إلا من أخطأ، إلا من أخطأ. وكان دايما بنقول كلامنا إن إحنا عندنا أخطاء وبنحاول دايما نصلحها. وميزة النادي الأهلي واللي هتفضل طول عمرها موجودة، ودي اللي أسعدتني جدا، إن إحنا دايما كجمهور وكإعلام وكأهلوية كإدارة قافلين على بعض وبنحب بعض جدا، وواقفين كلنا إيد واحدة مع بعض مهما كانت الظروف، على الحلوة والمرة معاه. ودايما هدفنا هو المصلحة العامة للقلعة الحمراء. أسماء يعني ناس كتيرة كانت على تويتر وعلى السوشيال ميديا، على الفيسبوك وعلى غالبا على تويتر وعلى الفيسبوك، وانتوا بتطبلوا للفرقه، وانتوا بتعملوا، وانتوا كذا، وانتوا كذا. دلوقتي الحمد لله والشكر لله بقالي 3 4 ايام غير المسجز او الرسائل اللي بتجيلي، بشوف على مواقع التواصل الاجتماعي جمهور الاهلي العظيم، جمهور الاهلي اللي بيحب النادي الاهلي من جواه، اللي هم الجمهور الناس العاديه. كل الناس العادية دلوقتي بقالنا يومين أو ثلاثة بتقول لك إحنا في ظهر فريقنا وفي ظهر إدارتنا وهنفضل واقفين معاهم لغاية لما ناخد الدوري إن شاء الله. ليه؟ عارفين ليه؟ لأن الحمد لله والشكر لله اتجاه قناة النادي الأهلي كان خلال الفترة السابقة إن إحنا هنقول عندنا أخطاء، عندنا أخطاء 1000000%، عندنا أخطاء 1000000%، الفرقة فيها أخطاء، لكن هنفضل واقفين هنقول ايه هي الاخطاء ونحاول نصلحها، ولكن هنفضل واقفين مع لاعبتنا وادارتنا لغايه اخر لحظه. عارفين ليه؟ لانه بعد تعادل النادي الاهلي الاخير تحديدا، وكل جمهور النادي الاهلي كان واعي لهذا الامر وكانوا مستنين يشوفوا، بعد تعادل النادي الاهلي في المباراه الاخيره وفوز النادي المنافس على الزمالك على الاسماعيلي، يعني قعدت اتابع انا وكثير من جمهور النادي الاهلي في السوشيال ميديا وفي الاعلام، الاعلام المحايد او المفروض ان هو محايد، لقيت ان حسيت ان الاهلي خسر الدوري. والله حسيت ان الاهلي خسر الدوري، وان الفريق الثاني هو اللي كسب، المنافس هو اللي كسب الدوري من دلوقتي في الاسبوع العاشر، والاهلي الاول، والاهلي 24 نقطه هو والمنافس. الناس بتحاول تحسس جمهور الاهلي ان احنا خسرنا الدوري، وهذا الامر غير صحيح. احنا في الاسبوع العاشر، لسه 24 اسبوع،
او 23 اسبوع، لسه بدري جدا، محدش عارف ايه اللي هيحصل. كره القدم فيها كل شيء على فكره، لا قدر الله ممكن يحصل اي حاجه في مباراه بكره، صح؟ ممكن. كره القدم فيها مكسب وتعادل وهزيمه، لسه بدري. هنفضل كلنا كجمهور كإعلام في ظهر فرقتنا وفي ظهر نادينا. هو ده جمهور الأهلي اللي أنا بتعلم منه. والله أنا حسيت إن دلوقتي أنا شايف كل جمهور النادي الأهلي، الناس اللي يعني الأستاذ فيصل زيدان ومجموعة كبيرة جدا من الشباب اللي موجودين على تويتر، أكرم الرديني ومجموعة كبيرة الحقيقة، ووائل الإمام، مجموعة محترمة جدا. وبالمناسبة أنا يعني كلهم أصدقائي وإخواتي وكل حاجة، ولكن بقالنا كتير قوي ما اتكلمناش. ولكن الشباب ده كل الشباب اللي موجود على تويتر وعلى سوشيال ميديا، أسماء كبيرة جدا موجودة، بتحاول دلوقتي إن هي أو بتعمل إيه؟ المساندة والدعم للفريق واجب، وهو ده اللي إحنا دايما حابين نشوفه، وهذه هي كرة القدم الحقيقية، وهذا هو جمهور الأهلي اللي أنا بتعلم منه دايما. خلال الأسبوعين اللي فاتوا كنت ببقى عارف إن في البعض زعلان، ولكن كنت عارف إن جمهور الأهلي عنده الوعي الكبير جدا إن هو يقف، لأن أنا دايما براهن على جمهور الأهلي. وتوحيد الصفوف في هذا الوقت الصعب اللي فيه فخ كبير جدا بيتعمل للنادي الأهلي ما بين الجمهور واللاعبين، ولكن جمهور الأهلي الواعي، جمهور الأهلي اللي دايما بنكسب عليه الرهان، احنا كأهلوية بنكسب على جمهورنا الرهان. فالحقيقة بقالي 3 أيام والله ببقى مبسوط وسعيد جدا جدا بكمية المبادرات والكلام الحلو اللي بيتقال على السوشيال ميديا، انه كلنا في ظهر نادينا وكلنا في ظهر فرقتنا. عمري ما فقدت الأمل في هذا الكلام، عمري ما حسيت، يعني حد بيقول لي ما تزعلش، قلت له أنا عمري ما بزعل، ده جمهور الأهلي يا نهار أبيض، جمهور الأهلي ده أحلى حاجة في الدنيا. أزعل؟ أنا ما بزعلش من يعني اللي عايز ينتقد ينتقد، واللي عايز يقول حاجة يقولها، وباخد هذا الكلام وبشوف اللي أقدر أغيره وبغيره. لأنه جمهور الأهلي مش بيفكر في أي سلبيات، الكل بيفكر في المساندة، المساندة فقط. وزي ما قال ما قلتوا حضراتكم دايما على الحلوة والمرة معاه، اوعى حد يحبطك او يحاول يخليك تفقد الثقة في الفريق. عندنا مشاكل، عندنا محدش يقدر يقول لا، في سلبيات وفي مشاكل في الفرقة. لما اجي اتكلم على، انا واحد من الناس، كل لعيبة الفريق دول اخواتي الصغيرين، لكن وبتكلم معاهم بيني وبينهم في التليفون، مش عايز اقول لحضراتكم بقول ايه، لكن هو لما قفشه يبقى وحش، كلنا كجمهور الاهلي نقف معاه ونوقفه تاني زي اللي بيحصل اليومين دول. لما الشناوي اللي الكره كان وحش في مباراه او غلط في مباراه، ولكن الف مباراه اخرى كان شايل الفرقه، هنقف معاه وهنقف جنبه وهنخليه، اذا كان هذا الامر صحيح. انا بشوف ان ده طبيعي بيحصل. تخيل حضرتك ان احنا في الفتره اللي فاتت في خلال 5 سنين وصلنا، يعني خدنا 3 أفريقيا ووصلنا النهائي مرتين خسرناه. وبادئين السنة بسم الله الرحمن الرحيم بالسوبر. مش عايز حد يحبط حضراتكم. كل الإعلام المنافسين طالعين يقولوا ويحتفلوا، خليهم يحتفلوا. من يضحك أخيرا يضحك كثيرا. خليهم يحتفلوا، خليهم يتبسطوا، وخليهم يأجروا اللي هم عايزين يأجروه، خليهم يعملوا اللي هم عايزين يعملوه. ولكن خلينا احنا في حاجة واحدة فقط، عمرهم ما هيجرونا للي هم عمالين كل يوم يقولوا كلام، أصل أسامة حسني ده مش عارف إيه، وأصل الخطيب ده إيه، وأصل مش عارف إيه، عمرنا ما هنروح ونرد على هذا الكلام، عمرنا ما هننجرف، عمرنا ما هنقول. ليه يا فندم؟ لأنه احنا عندنا هدف واحد فقط، اسم النادي الأهلي لا غير، ما عندناش حاجة تانية ومش هنفكر في حاجة تانية. تخيل حضرتك لما الأهلي يطلب من أحد الفرق الإفريقية إن هي تبقى موجودة عندنا كاستضافة لأن ملعبهم يعني لم يقبل السنة اللي فاتت أو اللي قبلها،
تخيل حضرتك ان ده لما الاهلي يعمل كده تبقى مؤامره، مؤامره كبيره جدا. النادي الاهلي بيتآمر علشان يجيب الفرق تلعب في مصر عشان يكسبهم. يعني هو النادي الاهلي ما بيكسب اي حد في اي حته، دي كره قدم، ممكن يكسب يتعادل يخسر محدش عارف. لكن لما يحصل كده مع النادي المنافس يا نهار ابيض، دي مصلحه البلد كده والدنيا عايزه كده والحاجه وكل حاجه حلوه. لكن لما النادي الاهلي تلاقي اعلام المنافس يقول لك ايه مؤامره، زي ما حضراتكم شايفين اللي بقاله بيحصل يومين ثلاثه. النادي الاهلي دايما سباق في كل شيء. المعايير بتختلف على حسب الاهواء. يعني النهارده الموضوع ضد النادي الاهلي فاضرب والمؤامره على النادي الاهلي او مؤامره النادي الاهلي بيعملها. لكن لما يبقى الموضوع ليا الله على الجمال، ده انا بعمل كده عشان التقارب والمش عارف ايه والبطاطس والحاجات وبرافو على فكره، على فكره ما فيش مشكله ان انت تقنع الفرق ان هي تيجي تلعب في مصر، مصر بلد الامن والامان، مصر هي الجمهوريه الجديده دلوقتي او الجمهوريه الجديده اللي احنا بنشوفها في بلدنا بتساع الكل وبتساع كل البلاد العربيه والافريقيه وكل شيء. فبرافو، هايل، برافو عليك، هي دي الحقيقه. لكن ايامنا احنا مؤامره يعني المعايير دايما مختلفه على حسب الاهواء، يعني شوف انت عايز ايه وعلى حسب الدنيا ماشيه ازاي. انا بس سعيد جدا جدا، مش عايز اقفل موضوع الجمهور، يعني ناس كتيره بتقول لي الجمهور، الجمهور دايما هيظل هو حامي حمى النادي الاهلي. خد بال حضرتك بغض النظر عن اي اسم اي حد مهما كان، احنا عندنا الحمد لله والشكر لله مجلس اداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب بيحاول ان يحافظ. وقلت لحضراتكم يوم الاربعاء اللي فات انه انتظروا الفتره القادمه هتسمعوا اخبار كويسه، هتسمعوا اخبار كويسه. بدايه الاخبار الكويسه كانت ايه؟ وانا كان عندي معلومات كتير جدا فيما يخص هذا الامر تحديدا، اللي هو موضوع نقل مباراه النادي الاهلي وبيراميدز الى استاد القاهره مع السماح للمشجعين بكافه ادوات التشجيع. انا عندي معلومات كثيره جدا بخصوص هذا الامر، عارفها بقالي اسبوعين ثلاثه. على فكره انا مش هتكلم بالاسماء، انا بس هقول ان نائب رئيس النادي الاهلي الوزير العمري فاروق كان رئيس هذه رئيس اللجنه، رئيس لجنه الجمهور خلال الاسبوعين ثلاثه اللي فاتوا مع بقيه اعضاء اللجنه الدكتور مهند ودكتور محمد سراج والاستاذ محمد الجرحي، ولو في حد ناسي اسمه يا شباب بيقولوا لي. خلال الفتره اللي فاتت اتعملت 3-4-5 اجتماعات. الغرض من هذه الاجتماعات ان هناك بعض الامور اللي كانت بتحصل مع النادي، انا عارف المواضيع دي بقالي 3-4 اسابيع، وهذه اللجنه ماشيه في الموضوع ده لغايه لما اتحل الحمد لله اول امبارح. وكابتن خطيب كان دايما بيتابع مثل هذه الامور وبيتدخل في الاوقات المناسبه. خلي بال حضراتكم من هذا الامر. فالاسبوعين ثلاثه اللي فاتوا كان فيهم اجتماعات كثيره جدا بغرض شيء واحد فقط، نعرف ايه اللي بيحصل مع جمهور النادي الاهلي. وبالفعل كل طلبات جمهور النادي الاهلي تم تحقيقها. كل طلبات جمهور النادي الاهلي تم تحقيقها. حضرتك عايز او الجهاز الفني عايز يلعب المباراه في استاد القاهره، تم تغييره. بالمناسبه وانا بتكلم مع حضراتكم او امبارح نادي بيراميدز عمل بيان قال فيه يبدي اندهاشه، هو حر طبعا كنادي هم حرين. الدكتور محمد شوقي طبعا عضو لجنه الجماهير، نادي بيراميدز هم حرين يكتبوا اللي هم عايزينه ويعملوا اللي هم عايزينه، ولكن انا هنا هتكلم على الجانب الاخر. النادي الاهلي نادي حريص على تطبيق المبادئ، او انا اسف، تطبيق اللوائح والقوانين. فنادي الاهلي لما بيعمل حاجه بيعملها بناء على لوائح وقوانين. النادي الاهلي في بدايه السنه عمل ايه؟ وطبعا انا هنا بأخاطب جمهور الاهلي. في بداية السنة دايما بيطلب منك ان انت تحط ملعب وملعب بديل. نادي الاهلي ملعبه الاهلي والسلام، الملعب البديل استاد القاهرة. وبالتالي يحق للنادي الاهلي ان يغير مبارياته من ملعب استاد السلام لملعب استاد القاهرة
دون أن يكون هناك أي عائق في هذا الأمر، أي عائق لائحي أو قانوني. ولكن هناك البعض بيحاول أن هو يسخن، مش عارف يسخن لعبته إزاي، أو يقول لهم أن أنا هو يهمه أن هو يكسب الأهلي، يعني عايزين يكسبوا الأهلي بس مش حاجة تانية. والله أنا لو جبت لكم الإحصائيات مع فرق أخرى هتضحكوا، لأنه طبعًا إن أنت تكسب النادي الأهلي ده ما فيهوش مشكلة على فكرة، ما هو ده شرف كبير وشرف عظيم، دي بطولة في حد ذاتها لكل الأندية. ولكن إشمعنى الأهلي؟ أنا قلت لحضراتكم لائحيًا وقانونًا النادي الأهلي هو الأساس في كل شيء، أو بيحاول إن هو، مش بيحاول، هو دايمًا النادي الأهلي بيطبق اللوائح والقوانين. فبالتالي حاجات غريبة جدًا، ولكن إن شاء الله بكرة هنتكلم عن المباراة لسه في وقتها. فاللي عايز أقوله لحضراتكم إن الحمد لله والشكر لله إنه خلال الفترة السابقة مجلس إدارة النادي الأهلي كون لجنة الجماهير، أستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي، ودكتور محمد شوقي، ودكتور مهند، ودكتور محمد سراج، والأستاذ محمد الجرحي، كلهم كل واحد فيهم من هذه الأسماء كان له دور كبير فيما حدث يوم الجمعة، وبيان يوم الجمعة أو البيان اللي نزل على الصفحة الرسمية للنادي الأهلي. حطوه لنا يا شباب البيان لو سمحتوا. وطبعا عايز أقول لحضراتكم إن الكابتن محمود الخطيب هو اللي كان، يعني مش عايز أقول لحضراتكم الدور الكبير عشان ما حدش يقول لك أصل أنت بتطبل، أصل أنت مش عارف إيه، ولا والكلام اللي حضراتكم عارفينه ده. ولكن اللي هقوله إنه في النهاية قدرنا نصل ان الجمهور هيبقى متواجد فين؟ في استاد القاهره اللي هو ايه؟ الملعب البديل اللي من حق النادي الاهلي لائحيا وقانونيا ان هو يلعب عليه. مفيش مشكله خالص، ولكن للاسف الشديد مش عايز اتدخل في هذه الامور دلوقتي. ف دي كانت البدايه، اللي جاي لسه. واحده واحده هتشوفوا حضراتكم من خلال اعلان هذه الامور على صفحه النادي الاهلي، هتعرفوا كل حاجه. إن شاء الله عام جديد، عام جديد رائع يبقى فيه كل تحقيق مطالب جمهور النادي الأهلي، وإن شاء الله يبقى عام أتمنى أن يكون عام جيد لكل الألعاب في النادي الأهلي وللنادي الأهلي في كل شيء. انتظروا الأيام القادمة الإعلان عن رعاة جدد، انتظروا في الأيام القادمة الإعلان عن افتتاح لقريب للفرع الخامس أو المقر الخامس للنادي الأهلي، انتظروا الإعلان عن صفقات جديدة خلال الفترة اللي جاية. أنا عارف أنا بقول لحضرتك معلومة وليس كلام. شفنا قبل نهاية السنة الأهلي يواجه بيراميدز باستاد القاهرة والسماح للجماهير بأدوات التشجيع زي ما حضراتكم شايفين. إن شاء الله خلال المرحلة القادمة أمور كثيرة جدا جدا، زي ما عارفين ومتعودين إن عندنا مجلس إدارة بروح الفانيلا الحمراء. مجلس إدارة بروح الفانيلا الحمراء، عندنا فريق كلهم رجالة، ودي رسالتي للاعبين، كلنا في ظهركم. جمهور، لعيبة، جمهور، كل واحد من الجمهور اللي هو سواء صغير أو كبير، سيدة أو رجل، كلنا في ظهركم، كلنا ثقتنا كبيرة جدا فيكم. وإن شاء الله ربنا يكرمنا في مباراة بكرة وفي المباريات القادمة، علشان النادي الأهلي هو الفرحة جمهوره، هو للجمهور دايما بيستنى النادي الأهلي هيعمل إيه. فشكرا لكل جمهور النادي الأهلي على هذه الثقة الكبيرة جدا، والرسائل اللي وصلتني من حضراتكم على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى تليفوني، انا بشكركم جدا جدا جدا. ولكن دايما قناه النادي الاهلي بهذا الشكل وبهذا الاسلوب ستظل. احنا بنشتغل على السياسه العامه للنادي الاهلي وليس شيء اخر. مع بدايه العام الجديد الاهلي لديه العديد من التحديات، فدائما المارد الاحمر لا يفكر الا في البطوله. فالاكثر تتويجا بالبطولات في العالم هيدخل 2023 وهو يسعى للحفاظ على ألقابه وإنجازاته. إن شاء الله تبقى هناك زيادة في الإنجازات. فإن شاء يعني زي ما حضراتكم عارفين النادي الأهلي هو صاحب برونزية مونديال الأندية لثلاث مرات، إن شاء الله يأمل في تحقيق ميدالية جديدة عندما يشارك في مونديال الأندية للمرة الثامنة في تاريخه.
ليواصل إنجازاته وأيضا يبحث عن اللقب رقم 11 لدوري أبطال إفريقيا. وإن شاء الله يكون عودة البطولة المفضلة لجماهيره وهي الدوري العام. عندنا تحديات كتير جدا جدا، عشان كده بقول لحضراتكم هنفضل دايما واقفين في ظهر جمهور، هنفضل دايما واقفين في ظهر فريقنا، كلهم واثقين فيهم. ان شاء الله ربنا يكرمنا بكره ونكمل في بقيه المباراه القادمه لغايه لما نروح نلعب في كاس العالم، ان شاء الله نستطيع ان احنا نحقق انجاز تاريخي جديد. ان شاء الله سنه جميله وسنه جديده وجميله على حضراتكم وعلى كل لاعيبه النادي الاهلي وعلى كل الرياضيين في مصر وعلى كل مصر الحقيقه. ان شاء الله نشوف سنه ان شاء الله يستطيع فيها النادي الاهلي الفوز بكل البطولات او بذل المجهود عشان ان شاء الله ربنا يكرمنا بكل البطولات اللي نقدر نفوز بيها خلال هذا الموسم، عشان الحقيقه 70 او 80 مليون 72 74 مليون اهلاوي كلهم بيفرحوا مجرد بس ما حضرتك بتفوز. لما الفريق او اللعيبه تعرف ان في 70 80 مليون واحد مستنيكوا تكسبوا، هتلاقي اللعيبه دي مركزه جدا جدا جدا. ان شاء الله السنه دي تبقى كل اللاعبين مركزين 100% علشان يفرحوا 70 80 مليون اهلاوي ان شاء الله في هذا الموسم او في هذا العام الجديد. خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل من هو حكم مباراه الاهلي وبيراميدز غدا وشويه حاجات كده هنتكلم فيها مع حضراتكم ونرجع نكمل. الحقيقه ايضا لجنه الحكام باتحاد كره القدم اعلنت تعيين طاقم الحكام البولندي سيمون مارسينياك اللي ادار نهائي كاس العالم الاخيره لاداره مباراه الاهلي وبيراميدز، ويعاونه مجموعه من الحكام رادوسلاف سيبكا وادم ميشيل، وطبعا كابتن محمد معروف هيكون حكما رابعا، وتوماس موسيال وتوماس حكما، وتوماس ماكنياك حكم فار وحكم فار مساعد. طاقم تحكيم الحقيقه يعني هذا الطاقم التحكيمي قاد نهائي كاس العالم، مش هقول اكتر من كده. نهائي تحكيم قاد او كان في مباراه الارجنتين وفرنسا، هو اللي حكم، هذا الحكم هو من حكم نهائي كاس العالم. عموما ايضا علي معلول هو صانع السعاده في النادي الاهلي بيحتفل اليوم بعيد ميلاده ال 33. علي معلول كمل 33 سنه. الحقيقه كل جمهور النادي الاهلي بيحب هذا اللاعب، هو من مواليد الاول من يناير العام 1990، ونجح معلول المعروف بمستر اسيست في كتابه اسمه بحروف من ذهب في تاريخ القلعه الحمراء بعد حاله عشق فريده مع جماهير المارد الأحمر تخطت الحدود، عشان كده أطلقت عليه جماهير الأهلي العظيمة صانع السعادة في النادي الأهلي. سطر علي معلول قصة نجاح داخل أسوار ملعب التتش على مدار 5 سنوات قضاها ما بين جدران القلعة الحمراء. ده كان علي معلول، الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم عمل أرقام كثيرة جدا مع النادي الأهلي، وإن شاء الله لسه هيظل يعمل دائما مستر أسيست علي معلول. وصلنا لفقرة صنع في الأهلي، وبطلة فقرتنا النهاردة الكابتن ياسمين عزت نجمة النادي الأهلي السابقة لكرة السلة. الحقيقة كابتن ياسمين تاريخ طويل مع النادي الأهلي، كانت موجودة داخل جدران القلعة الحمراء وهي عندها 8 سنوات، واستمرت داخل الأهلي 20 سنة، وخلال هذه الفترة حصلت على 14 مرة بطولة الدوري و9 مرات لبطولة كأس مصر و20 بطولة منطقة القاهرة والجيزة. النهاردة في صنع في الأهلي هيكون معانا كابتن ياسمين عزت نجمة الأهلي السابقة في كرة السلة. خلينا نطلع نشوف صنع في الأهلي، وبعد صنع في الأهلي هنروح فاصل، ومن بعده فاصل نستقبل ضيفنا النجم الكبير كابتن عادل طعيمة اللي هيكون في ضيافتنا في الجزء القادم من هذه الحلقة. نطلع نشوف صنع في الأهلي وفاصل، وبعد الفاصل كابتن عادل طعيمة.
انا بدات وانا عندي 8 سنين في المدرسه. كنا بنلعب رياضه عادي في المدرسه، بنلعب باسكت وفولي ولعبه تانية كده اسمها راوندرز، وكان في ام كده بتلعب في النادي الاهلي، هي كانت بتتطوع وتيجي تحضر معانا الدروس الرياضه وكده، فهي شافتني انا وواحده صاحبتي تانية وخدتنا النادي الاهلي. كان عندي 8 سنين لما جيت كابتن سهير الشلقاني، هي ليها فضل طبعا كبير جدا للي انا وصلت له مع النادي الاهلي. لعبت بقى مع كابتن طه الغنام وعديت بقى كل المراحل بتاعه اللعب لحد ما وصلت لدرجه اولى. احنا بتهيألي فرقتنا حققت اكتر بطولات للنادي الاهلي، فرقتنا الجيل بتاعنا يعني. هو كل البطولات كانت يعني صعبة وكل البطولات كانت مهمة، مفيش بطولة يعني مش مهمة، بس طبعا البطولات العربية دي هي كانت بطولات مهمة جدا. خدنا أول في بيروت وخدنا تالت في دبي، ومن ممكن من أصعب الماتشات اللي احنا عدينا بيها كان ماتش في الدوري، كان في اسكندرية، واحنا كنا مغلوبين فرق سكور كبير قوي، وكنا بنلعب سبورتنج لانه الفرقه دي كانت اكتر فرقه بتنافسنا يعني على الدوري. كنا مغلوبين تقريبا اكتر من 20 بوينت وعوضنا في 4 دقائق او 3 دقائق. ده كان ماتش صعب قوي قوي بالنسبه لنا، حتى المدرب بتاعنا من فرحه يعني في الاخر ما صدقش واغمى عليه. فرقتي طبعا احنا كنا مترابطين جدا، يعني من ضمن الحاجات اللي احنا التيم ورك ده، لان احنا رياضه جماعيه، اللعبه جماعيه، فهي علمتنا التيم ورك. وبعدين احنا كنا كلنا مترابطين مع بعض، بنصلي مع بعض جماعه، يعني في حاجات، في ذكريات كتير قوي عشنا فيها مع بعض، السفريات، كل البلاد اللي احنا رحناها فيها طبعا ذكريات كتيرة قوي. أقول لكل الأمهات والأبهات إن هم يشجعوا أولادهم إن هم يلعبوا رياضة، لأن دي أهم حاجة. غيرت حاجات كتير قوي في شخصيتي، وبتبعد طبعا ولادنا عن أي حاجة وحشة أو عن تفكير مختلف. دايما الرياضة دي يعني مهمة جدا وهي أساس كل حاجة. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره، النجم الكبير كابتن عادل طعيمه. ازيك كابتن عادل؟ اهلا كابتن، شرف ومنور. كل سنه وانت طيب. حضرتك طيب، النادي الاهلي بخير، وكل سنه وانتم طيبين يا رب دايما، وتبقى سنه سعيده علينا جميعا ان شاء الله. ان شاء الله كلها افراح وكلها بطولات وكلها مبادئ وكلها قيم ان شاء الله يا رب. ان شاء الله بتبدا او بيبدا هذا العام بمباراه صعبه، مباراه امام نادي بيراميدز، راي حضرتك؟ بالنسبه للنادي الاهلي حسب ما تربينا وتعودنا، مفيش صعب وسهل في النادي الاهلي. انت بتحترم المنافس جدا طبعا، مهما كان هو نادي محترم زيه زي اسوان، زي كل الفرق، زي حرس الحدود، كل الانديه بالنسبه لك هي 3 نقاط بتحترمهم. نعم. ودايما النادي الاهلي بيحترم المنافس سواء داخل الملعب او خارج الملعب. عمليه كلنا تربينا عليها، انه في النادي الاهلي المباراه من بدايتها لنهايتها انت بتحضر قبلها ب3 4 ايام، بتعرف المنافس بيلعب ازاي، انت بتبدا خطتك على نقاط القوه والضعف الموجوده في الفريق المنافس، وبالتالي هي بتبقى صعبه على الفريق اللي بيقابلك. الفريق اللي بيقابلك بيبقى عايز عارف ان مفاتيح اللعبه عندك ما شاء الله مفاتيح كثيرة جدا، وبالتالي بيحاول ان هو يسد هذه الثغرات وبيبذل اقصى جهد عنده علشان يقابل النادي الاهلي. نعم. اذا النادي الاهلي برجاله وبابطاله واخدين المنافس وحاطينه في الاهتمام بالمنافس ان 3 نقاط بالنسبه للمباراه، اداء ونتيجه، لان جمهور النادي الاهلي دايما عايز النتيجه وعايز الاداء. نعم.
ودي حاجة بتبقى معادلة محترمة جدا بالنسبة لنا، لأنه النادي الأهلي على مدى تاريخه بيسعد جماهيره بالأداء وبالنتيجة حقيقي، وقبل ده وده بمبادئه. المبادئ مهمة جدا، علشان المبادئ بعد كده بتجيب البطولات، لكن لما بتمشي على مبدأك ولا تحيد عنه ولا تعمل أي حاجة فيها أي إخلال بالأخلاق وبالمبادئ، فأنت دايما بتبقى في المقدمة. طيب أهم نقاط القوة والضعف اللي موجودة في نادي بيراميدز؟ والله شوف، هما طبعا عندهم الشناوي حراسة المرمى ماشي كويس، لكن عندهم مشاكل في خط الظهر. نعم. السرد باكين، القلبية، الدفاع، إذا كان جبر أو سامي، بالنسبة للكرات العالية أو كرات على الأطراف، أنت لو تفتكر حضرتك السنة اللي فاتت تكسبناهم مرة 3 ومرة 2، كانت كلها كرات عرضية. الاختراقات من العمق برضو بتبقى في منتهى الخطورة. هم عندهم في وسط الملعب وفي المقدمة عندهم عناصر وبدلاء كتير. بيبقى عندهم عبد الله السعيد ورمضان صبحي. عبد الله السعيد بيلعب على الطرف الشمال ورمضان على الطرف اليمين، بيسقط وبعدين بيستلم وبعدين يحاول يعمل اختراق من العمق. لما بيجي يعمل اختراق من العمق لو لقاها مقفوله بيروح لعبها على الطرف، على الطرف يبتدي يعمل الاوفر او بيرجع تاني لرمضان علشان يلاقي ثغره، لان لما بيجي يهاجم بيبقى فيه اثنين ثلاثه بيروحوا واقفين على 18 علشان يعملوا عمليه الاختراق من العمق. نعم. خط الهجوم عندهم ووسط الملعب افضل شويه من خط الدفاع. عندهم الظاهرين باستمرار بينطلقوا للامام. نعم. فدي بتبقى نقطة ضعف، لأن ما بيبقاش في تغطية وراهم، يعني حمدي والباك رايت أعتقد مغربي أو مش متذكر اسمه يعني، لكن على طول بيتقدم. الناس اللي على الأطراف في وسط الملعب ما بيبقاش في عملية تغطية، لذلك في ماتش الداخلية ما اتغلبوا في ماتش الداخلية كان بيستغله رضا شحاتة، كان بيستغل الانطلاقات ديت وأحرز منها هدفين في مرمى بيراميدز. طبعا نقط القوة عندنا ولله الحمد جيدة جدا، وإن شاء الله كولر يبقى عنده قراية جيدة ويبقى الدكة، لأنه برضو الدكة عندهم دكة قوية، فلابد برضو الدكة عندنا تبقى عامل سيناريو للمباراة ما بين ربع ساعة نص ساعة الشوط الثاني، وعملية التبديلات في التوقيتات المناسبة علشان المباراة ما بتنتهيش في أول ربع ساعة. هي أول ربع ساعة أنا بعمل إيه، نص ساعة بعمل إيه، والجيم بيبقى فيه صراع. عملية التبديل من بيراميدز أنا بقابلها بتبديلات أخرى علشان أبقى مسيطر على التسعين دقيقة سيطرة كاملة، والجيم بيبقى زي الملاكمة كابتن إسلام، أنا بضرب في الأسفل علشان أقدر إن أنا اخد الضربه اللي هي بتديني ثلاث نقاط. فدي بيبقى صراع ما بين الاثنين مدربين علشان كل واحد فيهم التبديله بتفرق جدا في التوقيت المناسب. طيب كابتن عادل، كيف ترى المواجهه وتاثيرها على الفريقين؟ بمعنى بيراميدز معاه مدير فني جيد زي ما شفنا، وايضا النادي الاهلي معاه مدير فني على طراز فريد، وبالتالي كيف ترى هذه المواجهه ما بينهم وتاثيرها على جدول الدوري؟ انا مش هشغل نفسي بجدول الدوري دلوقتي، لان الدوري احنا لسه في الاسبوع العاشر. انا كل مباراه، وده اللي احنا بنعلمه دايما للاعبتنا، ان انا كل مباراه بالنسبه لي بشبهها بدرجات. الدرجات دي انا في الدرجه العاشره، بخلص الدرجه العاشره بفكر في الدرجه ال11. صح. الدوري خلص بخش على كاس عالم انديه، بخش كاس عالم، بخش كاس مصر، بخش سوبر. يبقى كل درجه في بطولة أنا عندي خمس بطولات. مزبوط. كل بطولة أنا باخد الوقت المناسب لكل بطولة. الماتش ده بالنسبة لي ثلاث نقاط مهمين جدا، لأن أنا الثلاث ماتشات اللي فاتوا حصل نوع من عدم التوفيق في إحراز الأهداف، وبالتالي أنا بشوف أنه النادي الأهلي في أدائه التكتيكي بكرة إن شاء الله لابد نعرف، زي ما احنا الأخ طارق العشري وهو بيلعب النادي الأهلي
اي حد يعني بيدرب هيبقى عارف انه النادي الاهلي عنده مفتاح لعبه مهم جدا علي معلول من ناحيه الشمال. ايه اللي بيحصل؟ انه هو بيزيد وعمليه الارتداد الدفاعي من وراه ممكن انا استغلها. نعم. ده اللي عمله طارق العشري، جاب ولد صغير سريع وكل كوره بتروح في وسط الملعب بيروح قاطع من قدام علي معلول تروح ملعوباله. اتعملت الشوط الاولاني يمكن مرتين ثلاثه منهم كان فيها انفراد، ويمكن الجول جه من ناحيه الشمال بتاعتنا نتيجه انه برضو الجانب الدفاعي المفروض ان احنا برضو نبقى بنركز عليه. سرعه نعم. الارتداد بتبقى مهمه جدا. في نفس الوقت قدام علي معلول لابد يبقى فيه الراجل اللي على الطرف يبقى بيقوم بالدور الدفاعي على اعلى مستوى، وفي نفس الوقت الجانب الهجومي. بفضل دايما في الماتشات اللي زي دي اللي بيبقى فيها سيطره الملعب، السيطره على وسط الملعب بتبقى مهمه جدا. ايوه بتبقى في غايه الاهميه. مفيش مانع ابدا ان انا اغير من طريقه لعبي يبقى 4-3-3 بحيث ان انا يبقى عندي سوليه وحمدي وديانج يبقى في اذا علي معلول بيزيد يبقى في تامين تغطيه عليه. ولو الاثنين اللي على الطرف حتى لو في قصور شويه في عمليه عدم الارتداد يبقى في ديانج بيامن من ناحيه الشمال، عمرو السوليه بيامن ناحيه اليمين وهكذا، ويبقى عندي ثلاث فراوده. الثلاث فراوده بيضغطوا علشان نادي بيراميدز ما يبتديش الهجمه من تحت، والعمليه دي عايزه عمليه توازن وعايزه عمليه رؤيه زميلي بيضغط هنا ما بين الاثنين ما بين الباك وبين السيرد باك، انا بضغط في ما بضغطش على واحد بضغط على اثنين بحيث انه ما يطلعش مني. ومجرد الكره كابتن ما بتطلع لابد ان انا برضو ما بيخليش الكره تعدي جسمي، الكره ما تعدينيش، يعني بفضل ارجع بحيث ان انا الكره ما تتعدينيش وابقى انا بره الجانب الدفاعي بتاعي. يبقى انا وانا بضغط في نفس الوقت بعمل عمليه الارتداد علشان ان انا الكره ما تعدينيش، وبيبقى في كثافه في وسط الملعب بحيث ان انا لما اخد اعمل المرتده، وخاصه ان احنا عندنا في خط الهجوم عندنا لعيبه بتتميز بالسرعه، وعمليه الاختراق ما بين السرد باكين هتبقى رائعه جدا. فالنقطه دي تامين ورا علي معلول، والتامين ورا اذا كان هيلعب هاني او هيلعب كريم باك رايت مش عارفين مين اللي هيلعب، فيبقى التامين بالثلاثه في وسط الملعب. وبعدين الثلاثه ما شاء الله بيجيدوا التسديد، بيجيدوا صناعه اللعب. نعم. ديانج بيزيد، احنا شفنا ماتشات الزمالك صحيح ديانج كان فين طول المباراه، عمرو السوليه كان فين هو 18 اللي عملها من ورا رجليه للشريف، حمدي فتحي في ماتش السوبر اللي فات في الامارات اللي كسبنا 2-0 حمدي فتحي انا بشبه ان هو داس على كل نجيله في الملعب، ما خلاش حته في الملعب ما دس فيها. أوكي. من السكس يارد للسكس يارد، الاطراف، العمق، وهو بيهاجم ما شاء الله عنصر فعال جدا. ارجو ان حمدي ان شاء الله ورقه رابحه باذن الله تعالى في الفتره الجايه. قبل ما اكمل مع كابتن عادل، ولا وليه انا برضو يا كابتن عادل عايز اعرف راي حضرتك في طاقم التحكيم، ولكن معانا طبعا نجمنا الكبير الكابتن ناصر عباس. يا كابتن ناصر ازاي حضرتك؟ تحياتي ليك كابتن اسلام، وكل سنه وحياتك طيب وكل جميل النادي الاهلي بخير. ربنا يخليك. بحييك وبحيي ضيفك الكريم الكابتن عادل سعيد. طيب كابتن ناصر، غدا ان شاء الله مباراه الاهلي وبيراميدز، والحكم حكم البولندي حكم نهائي كاس العالم، عايز اعرف رايك في وجود هذا الحكم في هذه المباراه. تمام يا كابتن اسلام، خلينا نتكلم الاول. اولا هو حكم دولي من 2011 تقريبا، هو بقاله 12 سنه حكم دولي. مواليد 81 41 سنه، عنده من الخبرات يعني اللي هي تؤهله ان هو يدير هذه اللقاءات، خاصه هو ادار نهائي كاس العالم. خلي بالك في كاس العالم هو تم تعيينه في مباراه دور المجموعات، مباراه فرنسا والدنمارك، وادارها بشكل جيد، وادار في مباراه في دور ال 16 ما بين الارجنتين واستراليا، وهو كلنا كان مقتنع بيه كحكم اسند ليه المباراه النهائيه اللي هي ما كانت ما بين الارجنتين وفرنسا. نعم. حكم كاس السوبر الاوروبي ريال مدريد واتلتيكو كان في 18-19، وحكم نهائي اوروبا تحت 21 سنه في 2015. هو ادار هنا برضه كابتن اسلام في 21/7/22 مباراه الاهلي والزمالك، واشهر 8 بطاقات صفراء. نعم. 8 بطاقات صفراء. اشهر منهم بطاقتين في الدقيقه 2 كانت لامام عاشور، يعني في الدقيقه الثانيه المباراه خلي بالك كان بدري جدا،
اشهر بطاقه لامام عاشور في الدقيقه 2 نتيجه اللعب بتهور. بعديها بخمس دقائق بالظبط اشهر البطاقه الثانيه لاحمد فتوح ايضا كانت للتهور. يعني هو في البطاقات طبقا للقانون بالنسبه للمعايير البطاقات معاييره بتبقى معايير واحده. هو له شخصيه تحكيميه متفرده ايضا، هو فنيا وبدنيا يعني هو بدنيا واضح بدنيا كويس، عنده قراءه لطرق واساليب لعب الفريقين، ولكن خلي بالك يا انسان كل الكلام ده جميل جدا جدا جدا. انا بس سؤال يا كابتن معلش قبل بس ما نكمل، انا عايز السؤال برضو وكابتن عادل يا ريت حضرتك تشاركنا في هذا الامر. انا سؤالي لحضرتك كابتن ناصر، هل ان هو يحكم نهائي كاس العالم بعديها باقل من شهر تقريبا جاي يحكم مباراه اهلي وزمالك، هل ده يؤثر ولا لا يؤثر؟ انا معرفش، عايز اعرف رايك. يعني هل ممكن يكون جاي متعالي مثلا شويه، هل جاي له معرفش بيفكر ازاي، انا بسال. شوف يا كابتن اسلام انت بتتكلم في نقطه مهمه جدا جدا جدا، خلي بالك انت بتتكلم في خلي حاجة. بالك انت عندك تقنيه انا اسف يا كابتن ناصر انت عندك تقنيه الفار مختلفة، يعني مش هيلاقي اللي احنا كنا طالبنا بيها، هيلاقي زوايا كاميرات مختلفة، هيلاقي حاجات كتيرة جدا قد تحدث في الفار تحديدا يعني. كابتن اسلام احنا بنقول ايه؟ بنقول ان احنا انت بتتكلم حضرتك في نقطة مهمة جدا. اولا خلي بالك لما يكون حكم في كأس العالم بتبقى الدنيا كلها بتشوفه، بيتبع من كل اعضاء اللجنة الفنية في الاتحاد الدولي لجنة الحكام، فهنا الاهتمام بيبقى كبير قوي قوي قوي، لان هو بيبقى عاوز يدي مردود كويس لي في هذه المباراه. السؤال الجميل انت بتتكلم فيه، خلي بالك هو اضاف في مباراه في السعوديه وما كانش جيد جدا، خلي بالك كابتن اسلام انا بتكلم معاك بامانه. ايضا الحكم زي اللاعب كابتن اسلام، ممكن يكون فنيا كويس وبدنيا كويس ولكن التوفيق هنا ما بيبقاش موجود. هنا بقى بتفرق، احنا بنقول ايه؟ هو بكره عنده مباراه. انا مش بحسب حساباتي على تاريخ حكم نهائي كاس عالم وحكم وكان لا ما بحسبش حساباتي كده. كل مباراه احنا بنقيم الحكم فيها بادائه، خلي بالك. وهنا بنقول للحكم دايما انسى انك انت اديت مباراه كبيره في كاس العالم، خلي بالك هذه المباراه مهمه جدا. لابد ايضا تجتهد فيها لان احنا محتاجين هنا. انا كده فهمت وجهه نظرك يا كابتن ناصر. كابتن عادل حضرتك تتفق مع كابتن ناصر في هذه النقطه وجهه نظرك في هذا الامر؟ لانه انا بشوف انا لو يعني بلعب كاس عالم وبعدين ارجع من كاس عالم العب مباراه اي مباراه حتى في العالم كله هتبقى اقل من مباراه نهائي كاس العالم. هو برضه في النهائي الحقيقه كان ليه اخطاء، يعني احنا كلنا شفناها في بنالتي اللي حسب على الارجنتين، يعني ممكن فيها شك، يعني صحيح. كان في نوع من الشد والجذب بين الاثنين، بيمسك الايد حاجات كده بسيطه ما بتتحسبش، ولكن هو حسبها برضه في لا بعيدا عن النواحي الفنيه، انا مش قصدي اتكلم في النواحي الفنيه، انا الحته اللي انت لمست عليها دي مهمه جدا جدا جدا، وانا بقول دي اللي انا يهمني الكابتن ناصر الحته دي انت لمست فيها مهمه جدا. ده بيرجع بقى لثقافته هو، هل هو راجل يعني ما تفرقش معاه انه يلعب كاس عالم او يلعب ماتش في الشرق الاوسط مع فرقتين من مصر؟ ده بترجع لثقافته، وبعدين العالم دوله صغيره، الماتش ده اعتقد العالم كله بيتفرج عليه من خلال النايل سات او من خلال الاقمار الصناعيه، على الاقل كل المهتمين بالرياضه او كل المهتمين بالرياضه وما اكثرهم في العالم كله الاهلي والمصريين يعني. والعرب بيبقوا متابعين المباراه دي، وبالتالي هو ثقافته، هل انا كراجل اوروبي يعني انا مفروض ان انا بلعب كاس عالم؟ كان ليا اخطاء اكيد، واكيد بعد المباراه لان كان في حساب، وبقول للكابتن ناصر الحساب ده كان حساب عسير، في احد الحكام حسب ضرب الجزاء اللاعب بيقع والكرة جت في ايده، ايه اللي حصل؟ استبعد من البطولة، استبعد تماما من البطولة، ده عقاب هل حد عرف غير لما البطولة خلصت؟ برضه هو ليه اخطاء، اكيد برضه رئيس لجنة الحكام في الفيفا قالوا له برضه ان كان هناك اخطاء ولكن عدت. طب يعني حضرتك تقصد يعني انا برضه حسب ثقافته وكده، حسب ثقافته اوكي، يعني مش هنعرف ثقافته. مش هنشوف حاجة غير بكرة، لما هنتفرج عليه من البدايه. هل هو قراراته زي ما بقول كده الاخ ناصر، هل هو من البدايه لقى في عنف على طول بيطلع الانذار ولا بيستنى شويه؟ في كاس العالم العالم كله بيتفرج عليك، 5.5 مليار بيتفرجوا عليك، صحيح. فانت ماتش زي ده لازم يعرف برضو ان في ناس كتير جدا بيتفرجوا عليه النهارده، العالم العربي كله 240 مليون عربي، هنقول نصهم بيتفرج
100 مليون بيتفرجوا عليك، فبالتالي الثقافه بتاعته الى جانب المعلومات اللي هو واخدها عن الناديين، يعرف ان النادي الاهلي بينافس ريال مدريد وبرشلونه، نادي بيراميدز نادي نادي حديث، فيبقى الحتة دي كلها بتبقى هل هي في ذاكرته ولا لا. نعم. انا بعتقد اللي انت لمست فيها مهمه جدا. طيب. والكابتن ناصر يعني بيتكلم فيها برضو الرؤيتين الحقيقه. طيب كابتن ناصر برضو سؤال لحضرتك، لو حضرتك عايز تقول نصيحه للاعيبه النادي الاهلي في مباراه بكره لسابق معرفتك او خبرتك الحقيقه بوجود هذا الحكم يعني. طيب كابتن اسلام، بس عشان تعرف يعني هو مش يعني حكم يعني ما بيغلط ما بيخطاش، خلي بالك ان الصحف الفرنسيه هجمته هجوم شديد. صحيفة لوكيب الفرنسيه هقول لك هجمته في ايه يا كابتن اسلام. اولا هي في الفيديو الثاني اللي هو بتاع اللعيبه اللي نزلت تحتفل وبتاع بالظبط كده بالظبط. هم قالوا له طبقا للقانون مدى 3 في فقره 9 لازم تغير تعيد المباراه زائد، وهو طلع رد عليهم وقال لهم الفيديو ده اهو الثاني. كل ده، ولكن انا لو حضرتك عايز تدي نصيحه للاعيبه النادي الاهلي في المباراه دي، اولا انا هدي نصيحه ليا يا كابتن اسلام. اتفضل. يعني يا ريت زي ما بتحكم في كاس العالم من فضلك مستواك لا يقل ابدا، لان هذه المباراه مهمه للفريقين. يبقى انت بتبذل كل جهدك فيها فنيا وبدنيا وذهنيا. نعم. لا تقلل من انك انت بتدير مباراه في الدوري المحلي، لان دي سمعتك في الاول وفي الاخر. صحيح. خلي بالك دي مهمه جدا، دي رساله للحكم انك انت لا تأمن المباراة، لا تستعطي المباراة، المباراة مباراة قوية، مباراة فيها على سلم الترتيب، هتفرق كتير جدا مع أي نادي. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، خلي بالك واحنا بنتكلم لعيبة النادي الأهلي عندهم ثقافة تحكيمية، احنا بنتكلم في اللعب رجولي غير اللعب بتهور. نعم. يعني ألعب برجولة وألعب بروح وألعب بكل حاجة جميلة، بس بعيد يا كابتن إسلام عن الدخول بتهور، لانه في الانذارات اعتقد الانذارات هو يمكن سريع في البطاقات الصفراء. ايوه. فنخلي بالنا جدا جدا من البطاقات الصفراء في بدايه المباراه، يعني هو بيبقى عاوز يثبت نفسه، وبالتالي انا كلاعب خلي بالك العب برجوله وبروح ولكن بعيد عن الدخول بتهور وان انا اخسر انذار او انذارين. نعم. طيب هل في حاجه ثانيه حضرتك حابب تقولها فيما يخص هذا الحكم؟ زي ما قلت كابتن اسلام، تقييم للحكم مش هقيم الحكم على مباراه سابقه ولا ان هو حكم كاس العالم. استنى يعني غدل. تقصد بكره ان شاء الله تقييم غدا، انا بقيم الحكم غدا على مستواه. أوكي. لان مفيش حد بيلعب على تاريخه يا كابتن اسلام. تمام. ابدا. تمام. بيلعب على كل حاجه في وقتها. شكرا أتمنى جزيلا. طبعا اتمنى التوفيق لطاقم التحكيم غدا. نعم. واتمنى التوفيق باذن الله للكره المصريه بشكل عام. شكرا جزيلا يا كابتن ناصر على وجودك معانا. يعني انا حبيت بس ان انا اوري حضراتكم طاقم التحكيم مهم جدا جدا، تبقى حضراتكم عارفين لا ننظر الى التاريخ ولكن خلينا ننتظر في مباراه بكره، ولكن هو التاريخ مبشر بمعنى ان احنا من المفترض على اللي احنا شفناه ان احنا نشوف حكم بيدير نهائي كاس العالم، وبالتالي اذا هو حكم اهل ثقه. خلينا ننتظر ونشوف بكره ايه اللي هيحصل في هذه المباراه صعبه جدا الحقيقه ما بين الفريقين. خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. كابتن عادل، مصطفى فتحي يعني واحد من الاضافات الجيده لبيراميدز خلال الفتره الاخيره واحد الاوراق الهامه في بيراميدز برضو. طبعا هو مشكلين جبهات، الجبهة اليمين بيعتمد على مصطفى فتحي انه ما بيدافعش، فبيحط الباك رايت اللي قدامه او اللي وراه بيأدي الواجب الدفاعي فقط، وساعات بيزيد. هو طبعا مراوغ فعايز الرقابة اللي عليه، عشان كده بقول يا ريت نلعب بكره 4-3-3، يبقى فيه علي معلول مع ديانج، مع اذا كان عبد القادر هيلعب يبقى الجبهة دي انت بتقفلها، ولابد عبد القادر لو هيلعب يبقى فيه نوع. انا عبد القادر يعني راجل لعيب صغير ومفروض ان هو لا يبخل، فالحته الجانب الدفاعي لانه صغير ويقدر انه يلعب في ال 75 متر ديت، انه يرجع ويبقى بيساند ويبقى هو اللي بيتولى الرقابه على مصطفى فتحي، بيحس ان هو ما بيخلوش، يبقى في عمليه المراوغه. لو حصل المراوغه يبقى في علي معلول بيامنه، ديانج بيامن الحته ديت، لما رمضان صبحي بيروح في الحته ديت. فطبعا هو ما فيش شك ان هو اضافه، الى جانب لما بيخش للداخل بيبقى فيه عمليه التمرير لرمضان علشان ياخدها ما بين السيرد باك عبد المنعم وبين علي معلول، فطبعا الحته دي اكيد كولر واخد باله من الحته دي بحيث انها تبقى مقفوله.
الجانب الهجومي هيبقى لصالحنا باذن الله تعالى، لان علي معلول لما هيزيد هيبقى عمليه الزياده مفيش جانب دفاعي من بيراميدز على الجبهه ديت، ودي هتبقى جبهه قويه جدا. الا اذا الراجل غير من التشكيل بتاعه وغير من التفكير بتاعه، وانا ما اعتقدش ان هو هيغير بشكل كامل، فدي هتبقى جبهه مهمه جدا بالنسبه لي. الى جانب الجبهه اليمين برضو هتبقى مؤثره جدا بالنسبه لنا، الى جانب طبعا راس الحربه اذا كان هيبدا بشريف او هيبدا بشادي او بحسام ايا كان اللي هيبدا. اعتقد الثلاثه مهاجمين مميزين جدا. حسام مهاجم هداف ما خدش فرصته الكامله، لكن انا بشوف ان هو برضو من الناس اللي هي بتادي الواجب الدفاعي والهجومي كويس جدا. نعم. وبيلعب جوه ال 18 كويس جدا، والكرات العرضيه بتبقى مؤثره جدا، حتى لو مش هنبدا بيه يبقى على الاقل ما بين البدلاء، لانه الماتش اللي فات واللي قبليه نزل 7 دقائق، والماتش اللي بعديه 8 دقائق. المرتين اللي نزل فيهم واحده كانت في العارضه والثانيه كانت في العارضه في الفترات الصغيره اللي نزل فيها، لانه هو بيجيد ضربات الراس وبيجيد الجانب فتح الثغرات وجوه ال 18 بيبقى في منتهى الخطوره، سواء هو او شادي. وشريف برضه من ضمن مميزاته انه دايما بيتحرك ما بين السرد باكين، والكرات اللي بتتلعب له من عمرو او من قفشه او من اي حد بيقدر ان هو بيبقى في وسطه في وسط المدافعين، قادر ان هو يشوف زاويه المرمى اللي هو ممكن يحط فيها المرمى يحط فيها الجول. وبالتالي برضو الثلاثه هيبقوا مؤثرين جدا بكره ان شاء الله اذا حد ابتدى، والاثنين التانيين يبقوا بدلاء مع كولر في المباراه. الاصابات في النادي الاهلي يعني 4 اصابات حتى الان، بيرسيتاو اكرم ويعني بقيه الاصابات اللي موجوده وطاهر. هل تفتكر انه هيبقى ليها تاثير سلبي على النادي الاهلي؟ لا، انت عندك البدلاء في المراكز دي اعتقد انها كتير، الى جانب طبعا الجهد اللي بيتبذل من اداره الكوره كابتن محمود ولجنه التخطيط والمسؤولين والجهاز. عمليه التدعيم اللي كنا دايما بننادي بيها زمان، انا 3 سنين بننادي لازم يبقى في تدعيم، لان انا بلعب مع خصوم في بلعب مع خصوم في منتهى القوه. صحيح. يعني كل الماتشات اتفرج على مثلا سيم من الانديه بيلعب الماتش اللي فات، يعني مفيش اي ضغط ولا اي تقسيمه. حد بيجي مع النادي الاهلي كذا كذا، قلت له لا ما انا عارف اصلا. والله تقسيمه، والله قسم بالله يعني 3-1 تقسيمه فعلا يعني. تعالى بقى اتفرج. فالنادي الاهلي دايما انت بتلعب البطولات وجمهورك كبير قوي بتسعده قوي، بتسعد الشعب المصري كله، وبالتالي انت لازم يبقى المركز اللي انت موجود عندك، عندك 2 في مستوى واحد تقريبا وبيتنافسوا على انا 8.5 انت 8 انت 9 انا 9.5. الحته دي تبقى موجوده من حراسه المرمى لحد الجناح الشمال، الحته دي مهمه جدا. وبالتالي انا بشوف انه الاصابات ما هياش مؤثره. اوكي. لانه انا بلعب عادي جدا من طاهر، من غير طاهر ومن غير بيرسيتاو، لانه اصاباته كانت كتيره، فاحنا بنلعب باستمرار في مركزه. كمان في اكتر من لاعب ممكن ان هو يؤدي فيها، وبالتالي انا ما بعتمدش على واحد هيأثر في الفرقه، لا. الفرقه كلها ان شاء الله كلهم بيبقوا على المستوى المسؤوليه وعلى المستوى اللي الجمهور بيتمناه، والروح القتاليه دايما اللي بتميز لعيبه النادي الاهلي على مدى تاريخه. وانت صحيح. تعرف الكلام ده، الروح القتاليه انا ممكن يكون مستويات بين الانديه قريبه، لكن الروح القتاليه اللي احنا دايما بنربي اولادنا عليها، انك انت النادي الاهلي ده الشعله اللي جواك ديت ما بتنطفيش حتى وانت بره الملعب، وانت في بيتك بتفكر في الماتش اللي جاي، بتنام كويس وبتاكل كويس وعامل حساب الماتش اللي بعديه، خلصت الماتش خلصت البطوله دي بتخش على البطوله الثانيه، الفرن اللي جواك ده بيبقى شغال علشان دايما باستمرار في ايديك وفي رجليك وفي عقلك انت بتسعد ملايين. فتخيل انت لما بتسعد واحد فقير بتديله حاجه وبيضحك، فما بالك لما انت بتسعد 80 90 مليون. صحيح. بادائك وبنتيجتك في المباريات دي طبعا حاجات بتبقى في غايه الاهميه يعني. كابتن عادل، راي حضرتك بقى في الدوري الممتاز بشكل عام حتى الان، يعني احنا كل مثلا اسبوعين لما تبقى حضرتك معانا بنسالك عن رايك في الاسبوعين اللي قبله. المستوى الفني الحقيقه اكتر من المتوسط، فوق المتوسط. اوكي. ماتشات قويه، في شغل من المدربين
طبعا كل الأندية مدعمة نقطة الضعف الرهيبة جدا الفار وعملية التحكيم. كل المباريات السنة اللي فاتت 17 نادي اشتكوا من التحكيم ما عدا نادي واحد. اوكي. السنة دي الشكوى مرة من جميع الأندية نتيجة انه الفار الإخوة او الولاد او زملائنا او ابنائنا اللي قاعدين على الفار لابد يبقى في تدريب اكتر. الحكام كابتن اسلام دول مصريين مسلمين ومسيحيين، دول مصريين زينا زيهم. صحيح. يعمل حسابه انك انت وانت بتحكم لفريق مصري، وهناك حساب من ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك لانك انت قاضي رياضي. اللعيب ده اللي بيكسب بمقابله بياخد ماده، الماده دي بياخدها علشان يجوز اخته، يجوز يدخل ولاده المدارس، يصرف على نفسه. فانت بتمنعه عن هذا الكلام نتيجه انك انت يا اما يعني ما انتش مركز. مش عايز اقول اي حاجه تانية، لكن لابد تعرف ان النادي الاهلي او اي نادي انت بتحكم له ده نادي مصري، وانت كمان سمعتك بعد ما تبطل هتبقى سمعتك يا اما هتبقى في السماء يا اما هتبقى الناس بتلفظك نتيجه ان انت التاريخ بتاعك ما كانش فيه الحاجه. اولا الناس، اولا وقبل الناس في ربنا سبحانه وتعالى هتحاسب على انك انت حد مزعلك. اللي مزعلك ده ملوش دعوه، انت هتتحاسب لوحدك. فرجاء يعني حكامنا وكلهم مميزين وكلهم على اعلى مستوى، نفسنا نشوف كل حكامنا 3-4 كده في كاس العالم 26، وده مش هيحصل الا لما نتقر ربنا، نتقي ربنا ونتقن عملنا. وما فيش حد حاجه اسمها اهلي وزمالك، احكم زي ما انت بتقول دايما في كل الحلقات بتاعتك، الحاجه الغلط احسبها حتى لو على الاهلي. هو الاهلي ما الاهلي كل ماتش بلنتين وطرد وحتى الاخ كلاتنبرج جاي نفس الكلام برضه يعني بيقول الكره تعالي معلول بيقول انها مش بنالتي، العالم كله قال بنالتي الا هو. يعني الناس حتى جمال الشريف كل الناس قالت الراجل مفخد باللغه الكوره يعني مفخد واخده وكوره بعيد ما بيلعبش على الكوره. صح. فراجع برضه بيدافع عن حاجه غلط، فبرضه رجعنا في نفس الدايره اللي احنا كنا شايفينها قبل كده. الحاجه الثانيه الجماهير طبعا اداره النادي لما كلفت لجنه او اضافت بعض اعضاء مجلس اداره في لجنه اداره الجماهير، وبالتالي في موافقه ان الجماهير بتاعتنا تبقى بالعدد الكافي يخشوا بالادوات بتاعتهم. انت بتدخل لجماهير وجماهير تانية لا، ايه مصلحتك في كده؟ انا مش عارف يعني جمهور النادي الاهلي ده انت يعني انا مش مفروض ان انا اعادي جمهور النادي الاهلي، انا جمهور النادي الاهلي كبير قوي، فلابد ان انا مش هديله حاجه اكتر من حقه، لكن هيبقى فيه مساواه بين الناس كلها. عمليه الجمهور يا ريت نرجع يبقى فيه 40,000 و50,000 في المدرج، دي حاجه برضو مهمه. الحاجه السلبيه اللي انا بتمناها وانها احنا قطر جنبنا، شفنا الفار والمعدات اللي موجوده احنا مش اقل من اي دوله في الدول العربيه. عايزين الكاميرات تبقى بعدد كبير. الجول اللي احنا جبناه الماتش اللي فات الكاميرا جايه بميل، هل احنا ما نقدرش نجيب؟ عشان ما فيش، انا قلت الكلام ده، ما فيش حكم، ما فيش كاميرا مان او كاميرا ورا اللاين مان. في كاميرات بتتعلق في الاسقف زي ما كان في قطر موجود. لا ورا اللاين مان كابتن، ورا اللاين مان ورا الاثنين لاين مان، هو بيجري يروح معايا رايحه معايا رايحه جايه معايا. والله كابتن قبل ما اجي في ماتش تشيلسي اظن بيلعب احد الفرق، الكاميرا جايبه الكره اللي خبطت في العارضه في ثانيه، كره الراجل شاطها خبطت في العارضه وراحت نازله على الخط، ما خدتش ثواني والحكم راح للفار ولا حاجه، على طول الفار 1 2 3 في اقل من الثانيه كان جاي من الكوره ما دخلتش المرمى. ده نتيجه ان في معدات. هل احنا احنا ما احنا بنصرف كتير ما نقدرش نجيب الكاميرات ديت ويبقى فيه المخرجين على مستوى عالي ويبقى فيه الناس اللي قاعدين على الفار متدربين كويس؟ كلاتنبرج اعتقد لابد توصل له رساله من كل الانديه، احنا مش راضيين عن هذا المستوى، لان في انديه بتنضر وفي انديه بتصرف مصاريف كتيره جدا. نعم. ممكن انك انت نتيجه الاخطاء ديت يا اما بتنزل يا اما بتبعد عن المنافسه. صحيح. العدل فين؟ وانا جايبك علشان تطور لي وعلشان يبقى في حكم بالعدل. وبعدين اختيار المدربين، احنا شفنا
الحكم بيجي لبعض الفرق مره واثنين في خلال 10 اسابيع. طب ليه؟ طب ما في حكام كتير. وبعدين برضو من ضمن الحاجات الجيده اللي انا شايفها ان في حكام صغيرين طالعين اجسامهم كويسه كويسين. شخصيه كويسه، حكام كويسين، ليه ما ياخدوش اهلي وزمالك يديهم بدل الوجوه القديمه؟ طبعا مع احترام ليهم وتاريخهم والى اخره، لا بس لكن دايما مباريات الاهلي وغالبا الزمالك برضو بتبقى كلها مباريات لازم يبقى فيها حكام دوليين يا كابتن برضو اكتر. يعني انا اقصد مش اهلي وزمالك، اهلي واي فرق اخرى يبقى برضو يبقى حكم دولي، بس برضو في حكام انا بشوف شخصيتهم قويه جدا وبيجروا ورا كل كوره وصفارتهم دايما فيها نوع من العدل. اعتقد انه الحته دي لو اتظبطت مع الكاميرات هيبقى الدوري بتاعنا قوي جدا يعني ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي بكره في هذه. توقعك ايه للمباراه بكره يا كابتن؟ اللي انا بتوقعه ان النادي الاهلي هيكسب ان شاء الله باذن الله تعالى، وهيعمل جيم كبير جدا وهيبقى فيه تركيز من اللعيبه وعارفين انه وقبل ما اتكلم في الحته دي طبعا انا ربنا رب نيات طبعا. انت بتروح كاس عالم للمره الثامنه، ببارك لجمهور النادي الاهلي والمجلس الاداره وللجهاز الفني وللعيبه. انت كنت بعيد خالص انك انت تروح كاس عالم للمره الثامنه. انت يعني الحته دي مهمه جدا جدا جدا، ببارك لكل الناس ان انت رايح كاس عالم ثاني للمره الثامنه وانت ليك انجازات قويه جدا على مستوى النتائج في القارات وفي الانديه وفي على المستوى برشلونه وريال مدريد اللي انت بتنافسهم. وبالتالي ببارك للجمهور العظيم بتاعنا اللي بتمناه يبقى في 3000 في المدرج وبره يبقى موجود. وبعدين اي حد بيحاول ينال منك من خلال مواقع لابد انك تقف ورا ناديك. نعم انت ما بتلعبش ما بتشجعش النادي الاهلي علشان بياخد بطوله، انت بتنتمي للنادي الاهلي بتشجع النادي الاهلي عشان نادي وطني، نادي بيمثلك، مش عشان خد بطوله او خسر بطوله. احنا لو هنقعد 100 سنه ما بناخدش بطولات صحيح. المنافسين اللي حوالينا ما حدش منهم هيوصل لنصنا. انت عندك بطولات كتيره جدا، جمهورك لازم الجمهور بتاعنا لابد يبقى واقف والمواقع ديت يبقى فيها الرد المناسب عليهم بطريقتنا اللي فيها ادب وفيها اخلاق، ما فيهاش شتيمه، ما فيهاش سب، لا بالورقه والقلم. وانت عاوز تنال مني؟ طب انا واخد كاس عالم كم مره، واخد دوري كم مره بالارقام اللي هي ما فيهاش نوع من المبالغه ولا فيها نوع من الاحباط. لابد جمهور النادي الاهلي عليه دور، مش التشجيع في المدرج بس، لا بره المدرج لابد يبقى فيه وقفه مهمه جدا. الجمهور عامل دوره زياده واحنا دايما بنستلهم روحنا وكل شيء وطاقة اللاعبين. دايما كنتوا حضراتكم دايما تقولوا هذه الكلمة انه طاقتنا بناخدها من جمهورنا الحقيقة، فعشان كده ان شاء الله بكرة في هذه المباراة المهمة جدا جدا جدا، ولكنها لن تكون نهاية الدوري برضو علشان يبقى الكل عارف مهما حدث بكرة كسبنا لسه بدري، لا قدر الله تعادلنا او خسرنا لسه بدري، كل حاجة لسه بدري جدا. يا كابتن كان بيبقى في فرق 13 بونت، مش يعني انت حضرتوا الكلام ده، كان بيبقى في فرق 13 بونت وبيتقال للعيبه في الدور الثاني الدوري بتاعنا صحيح، والروح دي عايزه المدير الفني مع المدير الكوره توصل للعيبه صحيح في كل تمرينه، في كل تمرينه. واللي بيتخاذل لا ملوش مكان، اللي بيتخاذل ومش قادر ان هو صحيح يعرف قيمه الفنان الحمراء يبقى يستنى ويبقى فيه البديل، والبديل جاي ان شاء الله بكفاءه عاليه ان شاء الله، ويبقى النادي الاهلي دايما سباق انه مع المبادئ في بطولات وفي اداء باذن الله تعالى ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا كابتن عادل على وجودك معانا، شكرا جزيلا. شكرا كابتن. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن عادل طعيمه. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل احمد ثابت وكريم سعيد في ضيافه البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. احمد ثابت، ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله. لسه ما بدأناش. طيب خلينا ايضا نرحب بكريم سعيد. ازيك يا كريم؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ اخبارك ايه؟ الاخبار؟ خليني معاك النهارده انا وانت، عشان هو قال كلمتين دلوقتي لو قلتهم الناس هيقولوا لي ايه؟ هيخش اشتغل الاستوديو، مش هيخش اشتغل الاستوديو من بره. بلاش اقول بلاش صح؟ عشان بلاش. عموما خلينا نبدا الاول
ببعض الامور الخاصه قبل ما نتكلم عن مباراه بكره ان شاء الله. يعني اولا خليني ابدا معاك يا احمد وكلاتنبرج ورؤيته في عدم او ان هو بيمشي مع حكم المباراه الاخيره في عدم احتساب ركله جزاء لصالح علي معلول. يمكن كلاتنبرج بصراحه احنا اشدنا بيه كتير وهو عامل حاله الاخطاء قلت نوعا ما، ولكن انا شايف ان الفيديو اللي بينزل على صفحه اتحاد الكوره تحليل اللي هو الاخطاء التحكيميه بتاع كلاتنبرج ده بالمزاج. يعني ايه بالمزاج؟ نبص كده على ماتشات الاهلي الاخيره اللي هم الست ماتشات بتوع النادي الاهلي. اول ماتش كان المحله اللي هو النادي الاهلي كسب فيه، كان في ملعب المحله النادي الاهلي كسب فيه 2-0. كان في ضربه جزاء لاكرم توفيق وكان في طرد للاعب المحله وكان في استدعاء خاطئ من حكم الفار. ساعتها طلع كلاتنبرج وقال الكلام ده، قال يا جماعه ان في اخطاء كذا وكذا وكذا بالتفصيل. الماتش اللي بعده الاتحاد السكندري ما حصلتش فيه اخطاء تحكيميه، ده الماتش الوحيد في اخر ست ماتشات للاهلي اللي ما كانش فيه اخطاء تحكيميه. الماتش اللي بعده ماتش فيوتشر لما جه نزل الفيديو بتاع الحالات التحكيميه ما نزلش لعبه ركله الجزاء بتاعت علي معلول اللي هي لم يتم احتسابها لصالح علي معلول وكانت بشهاده خبراء التحكيم. معانا لو نجيب الصور بتاعت الحالات التحكيميه هنلاقي ان كان في برضه كارت احمر على اللاعب فيوتشر للتدخل على قدم السوليه. صحيح. الحالتين دول اليمين. الحالتين دول ما جابهمش في الفيديو. فانا بقول لحضرتك ان الحالات بيبقى هم بيختاروا الحالات بالمزاج. طب ما انت دلوقتي مش فارق معايا هو بيتكلم صح او غلط. اوكي هو حر، لكن هي تختار كل الحالات الجدليه ما تختارش. يا اما ما تعملش فيديو خالص. المفروض كل اسبوع تطلع بالحالات التحكيميه تقول انا يا جماعه اللعبه دي كذا، اللعبه دي كذا، اللعبه دي كذا، لكن انت مش بتختار بالمزاج او حد مثلا بيختار لك بالمزاج. لا انا مش عايز اظلم الراجل، ولكن ده اللي بعد كده برضو ماتش الاهلي وفاركو ماتش الجوله الثامنه بقى ادي اول. يعني دي مثلا دي الحالات اللي هي الماتش المحله كان فيه ضربه جزاء. هو دي طلع واتكلم دي يستحق. ده تحليله اللي تحت اهو. نكمل، هات الصور، قلب على طول. ده برضو دي كانت ماتش المحله تحليله. نعم. دي اللعبه اللي استدعى فيها اهو. تعالى بقى ماتش فيوتشر. ماتش فيوتشر كان فيه ركله جزاء بشهاده الخبير التحكيم احمد الشناوي لم يتم احتسابها. طب انت ما جبتهاش ليه؟ هات الصوره اللي بعدها برضو. دي لعبه اللي هي ضربه الجزاء بتاعت علي معلول. هات اللي بعدها الكارت الاحمر بتاع السوليه اللي هو اللاعب فيوتشر على السوليه. برضو ما جابش الحالات دي في ماتش فيوتشر. طب انت ما بتجيبش الحاجات دي ليه؟ ماتش فاركو بقى ده لوحده كارثه. ليه بقى؟ الجوله الثامنه ما عملهاش فيديو اصلا. وطلعوا خبر النهارده على يلا كوره قال لك ان ده لعدم وجود حالات جدليه تستحق التحليل. طب امال دي ايه يا جماعه؟ ده هدف برونو سافيو الملغي في شك كبير صح ان هو هدف صحيح؟ عايزين نعرف رايه فيها. والحاجه الثانيه برضو لعبه ضربه الجزاء بتاعت برونو سافيو. يعني بص الهدف ده اهو، ده احنا كلنا اتكلمنا فيه. هات بقى لعبه ضربه الجزاء كمان بتاعت برونو سافيو. طب احنا ما سمعناش، ويقول لك ما فيش حالات جدليه. طب فين رايك في الحالات دي؟ هات الاسبوع اللي بعده برضو ماتش الاهلي وسموحه. اهي دي برضو راي الخبير التحكيمي قدام ده في سيراميكا، ده في ماتش سيراميكا كان رايه ان برضو ضربه جزاء. هو النهارده رايه ان هي مش ضربه جزاء، ده رايه يحترم. لكن انت برضو ماتش الاهلي وسموحه كان النادي الاهلي ليه وقت بدل ضايع لم يتم احتسابه، المفروض تتكلم في الحته دي. انت وال16 ثانيه اللي مسكه هاني سليمان اهو، 16 ثانيه. انت كرئيس لجنه حكام مفروض، ده انت مفروض دورك تقول ان مثلا وقت بدل ضايع قد ايه ضاع. فانا دوري ان انا اعالج الحته دي. يعني انا سمعت مثلا كابتن جمال الغندور قال راي حلو جدا، قال احنا ممكن نعين حكم خامس يبقى مختص بالوقت بدل الضايع ده. فكره حلوه جدا. ويبقى معاه ستوب ووتش هو اللي بيحسب ويبلغ الحكم ويحسبها كامله. يعني ده دور كلاتنبرج، فاهم؟ فانا وجهه نظر ان الفيديو بتاع الحالات التحكيميه اللي بتنزل على صفحه اتحاد الكوره دي بتتعمل بالمزاج. ومش كل، وللاسف لو تلاحظ حضرتك في اخر ست ماتشات الاهلي متعرض لخمسه منهم لظلم تحكيمي او لاخطاء تحكيميه. ايوه. فاحنا عايزينه يبرز كل الحالات، ما تبقاش حالات معينه. طيب يعني احنا حذرنا منه خلال الفتره اللي فاتت لانه كان دايما في ضغوطات خلال الفتره السابقه على الحكام وعلى التحكيم. كان يعني الناس بتطلع تشتم في التحكيم وتطلع تشتم في كلاتنبرج وتقول لك فين ايام عصابه. طبعا انه مستفيدين بما هو سابق، فبالتالي بيخبط في اللي موجود دلوقتي علشان يهد هذه المنظومه ويرجع المنظومه القديمه وتبقى الدنيا. لكن وياما حذرنا وما زلنا بنحذر من هذه الامور. عموما ما نشوف بكره في، هنتكلم عن حكم المباراه، ولكن الاول عندك امثله فيما يخص نقل المباريات يا كريم؟ زي ما نادي الاهلي حصل وتم نقل مباراته بناء على
يعني موافقه النادي الاهلي على هذا الامر يعني. طبعا النهائي المباراه اكيد نادي بيراميدز فاجئنا بصراحه بالبيان اللي هو قاله، وحتى انا مش فاهم يعني ايه مدى فايده البيان طالما انت بتقول في الاخر ان انا مش هقدم شكوى، لكن طبعا كان في يعني حالات سابقه شفناها في الدوري، كان اخيرا طبعا مباراه الزمالك وطلاع الجيش اللي برضو تم نقل المباراه في مده اقل من اسبوعين زي ما اللائحه بتقول، وموزعات حتى ما حصلش يعني هذا ازاي ما حصلش. النادي بقى خلي بالك هذا مش قال لك امبارح ولا فاكر انت لما النادي الاهلي قعد الفرق الافريقيه جابهم وقال لك هنلعب هنا في مصر وهيلعب وخدوا الاستاد والدنيا قال لك مؤامره ايوه واللي بيحصل ده مش عارف ايه وده لا دلوقتي لما بيحصل احنا بنساند البلد ايوه احنا بنساعد على التقارب ايوه ده احنا بنساعد على اي يعني اي حاجه فيها اهلي ايوه اخبط وارمي وخلاص. عشان كده انا بقول انا سعيد جدا النهارده تحديدا ليه؟ لانه الجمهور علمنا نعمل ايه يعني. الجمهور خلال الاسبوعين اللي فاتوا كان دائما ما ينتقد اللاعبين وكان عنده حق طبعا لان معظم اللاعبين، لكن بقالنا يومين ثلاثه الحقيقه جمهور النادي الاهلي في كل على السوشيال ميديا لو تاخد بالك 80-90% من الجمهور قال لك احنا بنساند فرقتنا ولو كنا بننتقد بننتقد علشان النادي واحنا بنحب النادي، فبالتالي احنا دايما بنتعلم. عشان كده انا مبسوط، فخلينا احنا دايما ماشيين في طريقنا يعني. انا حسيت ان بعد ما الاهلي تعادل اخر مباراه والمنافس كسب ان احنا الدوري خلص، لسه بدري لسه بدري قوي، ولكن انا حسيت كده. ده كان احساسي لانه الاعلام المفروض اللي هو محايد كان بيودي لهذه السكه، الله على الجمال والله على الحلاوه، وهي تقسيمه بتتلعب لكن الله على الجمال والله على الحلاوه وكل حاجه للمنافسين، لكن الاهلي لما يقول لك ابص وعمالين يخبط في الاهلي ويوقع في الاهلي. بس خلينا نتفق يا اسلام ان احنا في الفتره الحاليه عندنا مشاكل جدا. يعني الفتره الحاليه طبعا احنا دي الميزه ان الناس عندها مشاكل ولكن مسانده ودعم واضح. طبعا احنا برضو احنا خلينا نستغل ان المنصه دي منصه خاصه ب يعني جمهور النادي الاهلي طبعا. وخاصه بالنادي الاهلي، واحنا نبادر بان احنا نعترف ان احنا فعلا عندنا مشاكل. واحد انا في وجهه نظري ربما في معلش اتفضل ما تكمل، اصل معنى كلامك ده ان احنا ما اعترفناش. لا خالص لا خالص لا بتكلم انا بتكلم على دلوقتي قلنا ايوه لا خالص خالص ان لا يا جماعه ما عندناش مشاكل واحنا احسن خالص حاجه في الدنيا ما حدش يقدر يقول الكلام ده. احنا بس الفكره في حته ايه؟ ان الامر لما بيطلع من البيت طبعا افضل لما الناس تستناه من بره البيت. اللي انا عايز اقوله ان في الفتره الحاليه ودي نقطه مهمه كنا حضرتك تفتكر كنا اتكلمنا فيها الموسم اللي فات، وانا في الوقت الحالي حابب افتحها تاني لان احساسي ما حدش واخد باله منها. حضرتك تفتكر في الفتره بتاعه بيتسو موسيماني لما برضو حصل الاصابه بتاعه اكرم توفيق، وطبعا خلينا فعلا نؤكد ان اكرم توفيق مش بس من اهم الاوراق الدفاعيه في النادي الاهلي ولكن من اهم الاوراق الهجوميه حقيقي بكل امان. اكرم توفيق في منذ تحوله من خط الوسط لمركز الباك اليمين بكل امانه فعلا افاد النادي الاهلي كتير جدا 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 في الشق الهجومي، حتى الكروسات بتاعته كانت متقنه جدا في فتره وكانت فعلا بتفيد النادي الاهلي هجوميا، لكن ربما اكرم فعلا الحماس الزياده اللي عنده ده كلفه كتير قوي بصراحه. الحماس الحماس الزياده كلفه كتير، بس اللي عايز اقوله وافتح النقطه اللي انا كنت بقول لحضرتك عليها ان في وجهه نظري الشخصيه بدات الاحظ ان الاهلي في غياب اكرم توفيق وفي ان المجهود البدني لعلي معلول مش في افضل حالاته في جمع ما بين الشق الدفاعي والشق الهجومي، ربما في الوقت الحالي نكون مضطرين تاني للعوده ل 3 4 3. ليه؟ لان النادي الاهلي وهو بيلعب ب 4 2 3 1 او 4 3 3 بكل مشتقاتها واضح جدا 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 بكتر اللعب قدام فرق بتلعب بزون ديفنس بيبدا المخزون البدني بتاعنا ما يساعدناش. وكمان حاجه تانية انه عدم وجود اكرم عامل ازمه بكل امان. حضرتك تفتكر مع بيتسو موسيماني كان الحل في اللعب 3 4 3، حتى ايفين سوارش لما خسر في فاينل الكاس قدام نادي الزمالك 2 1 بعديها النتائج اتحسنت شويه في الدوري لما لعب 3 4 3. اشوف وجهه نظر الشخصية انا لسه فعلا طبعا ما اعرفش، طبعا واضح جدا ان الاهلي بيبرم عدد من الصفقات خلال الايام دي واضحه جدا، انا ما اعرفش مين الاسامي بصراحه ما عنديش اي معلومه، لكن في وجهه نظر الشخصيه
واحده من الامور او من العلاج المطلوب في الوقت الحالي هو اللعب بطريقه تناسب المجموعه الحاليه، لان طبعا اكرم خلاص بره الحياه. انا بشوف ان دي وجهه نظرك او وجهه نظر طبعا شخصيه لكن في النهايه المدير الفني هو طبعا من له الحق في طبعًا اختيار طبعًا ما يراه مناسبا، لانه في النهايه هو اللي شايف اللعيبه طبعا، هو اللي عارف أكيد طبعًا اسلام لما يلعب ناحيه اليمين يبقى عامل ازاي، أكيد طبعًا واللي عارف ان كريم فؤاد او طبعًا محمد هاني مين اللي يلعب فيهم، مليون في المية، وعارف مميزات ده وخصائص ده مليون في المية، هو بالتالي بيستطيع ان هو يشوف. احنا بس بنعرض، لكن انت بتعرض وجهات النظر وزي ما عرضتها قبل كده طبعا 3-4-3 واحنا اتكلمنا فيها وبالفعل احنا جربناها، احنا ما بنتكلمش على حاجه ما جربناهاش يعني في في الفريق يعني تقريبا نفس الفرقه. نعم بالظبط. ولا وحاجه ما هيفيدك كمان، خلي بالك لو تفتكر برضو لو ماتش اهلي وبيراميدز، احنا بنتكلم عن مباراه اهلي وبيراميدز بكره، صحيح. لو تفتكر الشوط الاول السنه اللي فاتت في مباراه بيتسي موسيماني، الشوط الاول بيتسي موسيماني لعب ب 4-3-3، الشوط الثاني لما غيرها لما جبنا الهدف بتاع مجدي قفشه بعديها نادي بيراميدز بدا يهاجم على طول، بيتسو موسيماني قلب الخطه دي 3-4-3 وقدر في الدقائق الاخيره هو يجيب هدفين كمان ويكسب 3-0. فبس دي نقطه انا حبيت. انت عندك المباريات المقبوله اتفضل. يمكن هما كان في البعض اتكلم ان الملعب وتغيير الملعب ده، ان انت في الشهر ده مش البعض، هو نادي بيراميدز عمل بيان ادى في اندهاش، لا وفي بعض الاعلاميين برضه، لا انا بتكلم على نادي بيراميدز ادى اندهاشه. فانت عندك في ملاعب اتغيرت، ماتش الزمالك والجيش ده كان بناء على رغبه كابتن محمد يوسف، غير الملعب يعني برغبه الجيش، لان كان ملعب الجيش الملعب اتنقل قبلها ب 48 ساعه المباراه من الكليه الحربيه من برج العرب. هات الصور معانا، ده تغيير ملعب مباراه الزمالك والجيش، ده يوم 4 ديسمبر اللي فات في الشهر ده بس. المباراه الثانيه كانت في رابطه الانديه برضو تعلن تغيير مباراه الاهلي وفاركو، ماتش الاهلي وفاركو تم نقلها قبلها باربع ايام، كان ملعب فاركو اتنقل لبرج العرب بدلا من استاد الماكس، ديت المباراة الثانية. المباراة الثالثة مباراة الاتحاد وسيراميكا اتنقلت لبرج العرب بدلا من استاد اسكندرية، ده في الشهر بس، الشهر ده بس، غير في بداية الموسم ماتش الزمالك وسموحة اتنقل. ادي الصور، ادي الاتحاد وسيراميكا، ادي 14 ديسمبر. كمل بقية الصور، الصور اللي قبلها هتلاقي ده برضو مصدر برابطة الأندية لما اتكلم استاذ احمد دياب او النائب احمد دياب، اتكلم على ان النادي الأهلي طبعا، ان استاد القاهرة يا جماعة ده كان من ضمن اختيارات النادي الأهلي كملعب تاني في بدايه الموسم، عشان كده النادي الاهلي من حقه ومن نادي بيراميدز مش من حقه الاعتراض على. لا يعني انت عارف انا اقصد ايه، ان الموضوع كان يبقى ابسط من كده بمنتهى البساطه، ان انا ارفع سماعه التليفون واسال يا سياده النائب، نائب احمد دياب على فكره راجل وبيرد على يعني موجود معانا وبيرد على، لما في حاجه برفع السماعه سياده النائب في وضع 1-2-3 يقول لي والله لا احنا عندنا في اللائحه بيتقال كذا وكذا وكذا وكذا، فكان سهل قوي ان حد من بيراميدز يرفع السماعه على النائب احمد دياب يساله يقول له الوضع 1-2-3 يقول له لا والله احنا الوضع 1-2-3 يعني. والغريب كمان لان العلاقات جيده يعني، العلاقات جيده ما بين الانديه كلها الحقيقه، فيعني ماشي كل واحد حر ويبدي اندهاشه زي ما هو عايز، الموضوع بسيط جدا من كل حاجه، ولكن طالما النادي الاهلي اكثر الانديه التزاما باللوائح والقوانين، النادي الاهلي ما بيعملش حاجه غير من خلال لوائح وقوانين، ده طول عمرنا، ده احنا متعودين على كده وعارفين ان النادي الاهلي، وحتى في بعض الناس بعد ما لا يشجع النادي الاهلي بياخدك للاتجاه الايه؟ ان انت يعني من كتر تمسكك باللوائح والقوانين ان احنا يعني مش عارفين نقول لك ايه؟ صح. فيعني انا غريب. من هنا انا بوجه رساله للاعيبه النادي الاهلي، شوفوا دلوقتي نادي بيراميدز مطلع بيان اهو قبل المباراه بيقول لك الحرص على العلاقات والاعلامي بس نادي بيراميدز تحديدا، شوف مباراه الاهلي بالنسبه لهم بتمثل ايه، نادي بيراميدز حقهم بس. انا مش متضايق، انا حقهم وكل حاجه ان هو يعمل، وعايز يخلي بعض اللاعبين اللي عنده قد يكونوا فقدوا الطموح، فلما يفقدوا الطموح فهو عايز يزود الطموح تاني قدام النادي الاهلي طبعا، قدام النادي بس الاهلي فيعمل ممكن. صح. هو حرين طبعا، انا بقول ده مش معلومات، هو حقهم يا كابتن اسلام، بس انا هقول لحضرتك على حاجه، انت النهارده نادي بيراميدز طلب حكام اجانب لمباراه الاهلي وده أوكي. اللي احنا بنطالب بيه. طب ليه مباراه الزمالك ما طلبتش بيها بحكام اجانب برضه زي ما بتطلب مباراه الاهلي، عشان تعرف المدى التحالف اللي ما بين بعض الانديه ضد النادي الاهلي. نادي بيراميدز بيطلب حكام اجانب ضد الماتش بتاع الزمالك وبيراميدز كان ابراهيم نور الدين الحكم، ليه ما طلبتش حكام اجانب برضو زيها، رغم ان احنا اول ناس بتطالب بحكام اجانب للنادي الاهلي، ده احنا كده بنرتاح وده حقكم وكل حاجه، بس شوف مدى التحالف اللي موجود ضد النادي الاهلي، اول حاجه بيطالبوا بحكام، الحاجه الثانيه بتشوف الاجهزه الفنيه في مباراه الاهلي بتبقى مدى الحماس ازاي، يطلع وتلاقي الحماس وبتاع. خلي بالك برضو يا احمد صح عندك حق وتحالف واضح، ولكن في النهايه ما هو ده يعني النادي الاهلي دايما انا كنت بسميها ايه؟ المباريات اللي انا لعبت ضد النادي الاهلي، خلي بالك فانا بقول لك يعني انا عارف كنا دايما بنعمل ايه؟ بنزود الجل
انا دايما كنت والله اسمها ايه النادي الاهلي جاي انت جاي تلعب النادي الاهلي فمصر كلها هتقعد تتفرج عليك والدنيا هتتفرج عليك فانت كلعيب بتسوق نفسك من الماتش ده تمن الاهلي قدر البطل ده قدر البطل ما نقوله بقى ما نعمل ده قدرك ودي حياتك ودي حقيقتك ان انت البطل وبالتالي اي حد وحقهم ويعمل اللي هم عايزينه ولكن هو مزود الجل في كل حاجه فيعني احنا كلعيبه ما كنا نيجي نلعب الاهلي وتزود الجل شويه عشان يعني شعرك يبقى حلو لا وفي نقطه مهمه جدا يا كابتن لازم بقى ناخد بالنا منها ولازم كمان يعني ايه نتكلم عليها كتير اتفضل منذ نشاه نادي بيراميدز وتحوله يعني من نادي الاسيوط نادي بيراميدز واحده من وجهه نظري من الاسلحه او العوامل اللي مسؤولي نادي بيراميدز او مؤسسه نادي بيراميدز على اختلاف حتى مسؤوليها وعلى اختلاف اللاعبين بداوا يلاحظوا انها بتساهم في خروجهم بنتيجه ايجابيه من مباراه الاهلي ان هم يشدوا المباراه لخارج الملعب المباراه ما تبقاش في الملعب بس لو المباراه في الملعب بس لا انا مش ضامن ان انا اقدر اكسب او اتعادل مع الاهلي لا انا محتاج ان انا اعمل شويه يعني لغط او اعمل شويه شغل يخلي المباراه تبقى متدخله خارج الملعب وده حتى بيعمل ضغط نفسي ساعات على لعيبه الاهلي ودي نقطه مهمه جدا 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 لازم ناخد بالنا منها بعض المباريات بتحتاج خبير نفسي للعيبه قبل المباراه دي زي مباراه انا في وجهه نظري يعني مباراه بيراميدز من المباريات اللي بتحتاج ان اللعيبه تخشها كل المباريات لا بس الزاويه وجهه نظري وبيراميدز بصراحه بيراميدز مباراه بيراميدز برضه بتمثل يعني ضغط نفسي شديد لان زي ما احمد قال كده من شويه الامور فعلا ليه اطلب طاقم تحكيم اجنبي مباراه الاهلي وما طلبتش طالما ان انا النهارده بامل للمنافسه او بامل ان انا اخد مركز مؤهل جل بامل ان انا اخد مركز مؤهل لاي بطوله افريقيه السنه الجايه بس تاني مهم جدا 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 ان احنا نبقى واخدين بالنا بصراحه النهارده الرياضه بتصرف فيها كتير الرياضه النهارده بتصرف فيها فلوس كتيره جدا ولازم احنا النهارده نبقى واخدين بالنا جدا 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 مش كل مباريات بيتم حسمها فنيا وتكتيكيا لا ساعات ممكن انت نازل بحماس زياده انا فاكر المباراه بتاعت لما بيراميدز كسب ماتش الكينو جاب فيه الجون الار 2 في محمد الشناوي المباراه دي النادي الاهلي ضيع والله لا يقل عن 12 فرصه محققه كان ساعتها اعتقد كان معانا وليد ازار وكان معانا جيرالدو المباراه كانت غريبه جدا يعني النادي الاهلي كان بيروح الفرص كانت بتضيع من داخل 6 ياردات بسبب ايه؟ بسبب ان النهارده في حماس زايد على اللزوم، في ضغط عصبي زايد على اللزوم، فبرضه هم انا في وجهه نظري فعلا بيان هو بيان ما تفهمش ايه 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 ايه, إيه, إيه فائدته؟ انا بقول في اوله انا مندهش في الاخر خالص بقول على فكره يا جماعه انا رغم كل الكلام اللي كتبته ده انا مش بسبب العلاقات الجيده عشان انا عندي علاقات جيده، طب ما دام عندك علاقات جيده طب ما تتكلمش تليفون يعني اسال وخلص الموضوع ورا الستاره، انت بتقول البيان ليه؟ البيان طلع ليه؟ انا في وجهه نظري عشان اللعيبه عشان اثبت موقف وابدا احمس لعيبتي احمس لعيبتي واعمل ضغط عصبي بعيدا عن داخل الملعب واتفق جدا جدا مع ثابت في الحته اللي قالها بخصوص طلب التحكيم الاجنبي. طيب بما اننا بنتكلم عن عندك حاجه ثانيه في التحكيم حضرتك كنت بتتكلم ان الفتره دي بالنسبه لنا هو كابتن اسلام كان بيقصد ان هو ان احنا في صداره الدوري ان احنا حتى الان في صداره الدوري طبعا في بعض الناس بتهيئ ان في انا بقولك انا بقالي يومين ثلاثه من بعد ماتش الاخير للاهلي وتعادله مع سيراميكا كليوباترا اخر مباراه لينا الواحد سيراميكا معلش فاخر مباراه دي تعادلت والنادي الثاني كسب نادي الزمالك كسب فبقى ايه يقول لك ايه اصل خلاص الدوري ايه اللي خلص يا جماعه انت عندك في شهر يناير يا كابتن اسلام معلش مع احترامي لا حتى لو في شهر يناير لسه بدري جدا 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 على كل شيء انت عندك في شهر يناير مباريات حساسه ومباريات مهمه جدا دي اللي ممكن ان شاء الله لو قدرنا ان احنا ناخدها او نفوز بيها هتفرق كتير معاك اولا عندك يوم واحد يوم 2 يناير بكره بيراميدز بعد كده انبي بعد كده المصري بعد كده سموحه ده هيبقى في نص نهائي الكاس وبعد كده الزمالك وبعد كده البنك الاهلي طيب ده مشوار النادي الاهلي يا كريم في الدوري العام المباراة بكرة شايفها ازاي الأول؟ طبعا المباراة بتيجي في وقت صعب جدا جدا للنادي الأهلي وتخوف طبعا معظم محبي النادي الأهلي من تكرار السيناريو اللي احنا شفناه في الموسم الماضي والموسم اللي قبليه وفعلا يعني سيناريو مشابه كتير ان النادي الأهلي بيبدأ المسابقة وبيجي سبحان الله ما اعرفش ايه المشكلة بتاعتنا مع الأسبوع بعد الأسبوع السادس بيحصل الداون فول أو بيحصل التيرنينج باك التحول في الأداء وفي كمان النتائج
واضح كمان كابتن اسلام. وبصراحه نقطه مهمه جدا برضو لازم اشير ليها، والنقطه بتحتاج برضو في وجهه نظري برضو خبير نفسي، ان اللعيبه قائمه النادي الاهلي الحاليه الضغوطات لما بتتزاد عليها فعلا بيحصل مشكله في الاداء او في الفينش بتاع الهجمات. دي برضو نقطه مهمه، لان تاني انا مؤمن تماما ان الكوره او الانتصار للفرق الكبيره مش بس فنيه، مش بس تاكتكس، لا هي مجموعه كتيره من العوامل، انك بتختار لعيب جيد، بانك بتختار جهاز فني جيد، بتختار تكتيك جيد، يعني منظومه مش عامل واحد. ما اقدرش ارجع الانتصار بمفرده ليه ان احنا والله كنا بنلعب بتكتيكس كويس، لا انت محتاج لعيبه كويسه انها تنفذ التكتيكس، بدليل ان حتى يعني جوارديولا وهو في مانشستر سيتي ومعاه كل نجوم العالم بيروح يقول له سمحت يا مجلس اداره انا عايز هالاند مثلا يعني، وهو حتى مش بيتكسف من الحته دي، يعني الناس تقعد الاعلام بره بيقعد يتريق عليه، وانت ناقصك حد راح تجيب لنا هالاند كمان، اه هجيب هالاند لان هو انا عايز دايما ابقى رقم واحد. فبالتالي مباراه بكره مباراه قدام منافس قوي جدا، منافس عنده واحده من اقوى في وجهه نظري السكوادز في الدوري المصري، القائمه بتاعه نادي بيراميدز. ربما اختلف فنيا مع تاكي جونياسي، يعني ما بحبش اسلوب لعبه وعنده بشوف بعض المشاكل، لكن برضو الراجل معاه اوراق بصراحه. ممكن حتى هم لو شافوا ان يعني التكتيك المحطوط مش جايب معاهم في الملعب، ممكن هم على المستوى الفردي عندهم قدرات فنيه عاليه جدا جدا أيوه. جدا. الخط الهجومي بتاع نادي بيراميدز فعلا قوي جدا، بنتكلم رمضان صبحي، بنتكلم مصطفى فتحي، بنتكلم عبد الله السعيد، بنتكلم حتى فجري لقاي، يعني برضه عندهم هم اسامه جلال بس هو الوحيد اللي سريع، احمد سامي او علي جبر بطاقه جدا. والتمركز في الضربات الركنيه كارثه كارثه عندهم. بص هنا برضه المساحه، بص هنا المهاجم بتاع الداخليه متمركز ما بين الاثنين، حتى لو عدت منه بص لورا هتروح للباك رايت اللي هو متقدم. برضه الجون الثاني كمل الصوره نفس الفكره، هنا برضو التغطية العكسية نفس والمساحة اللعبة. نفس اللعبة. فانت النهاردة لازم تستغل يعني انطلاقات علي معلول في الجبهة دي، وانطلاقات ومين اللي هيقطع في المساحة بالك دي. خلي بالك التركيز هنا مختلف، ان هو تركيزه مع الداخلية غير تركيزه مع النادي الاهلي. طبعا يعني لما يحط لما يلاقي الاهلي هيلعب بيبقى تركيزه دايما 100% 200%. فخلي بالك يعني هنا في حالة توهان، حتى اسامة جلال سابه يستلم. هنا النقطة اللي بتكلم فيها، عندهم مشكلة في الضربات الركنية في التمركز. بص هنا الزمالك جاب فيهم الجون ازاي، لعيب واقف على الدايره فاضي اصلا، مفيش حد ماسكه في اللعبه دي. ده كانت في الدقيقه 3 من عمر المباراه اللي هي المفروض انت بتبقى نازل مركز اصلا وجاهز بدنيا. هنا بينزل مصطفى شلبي في الحته دي بيتحرك وبيقدر يسجل من خلالها. لو جبنا الاهداف اللي هي معانا برده اللي هي اهداف الاهلي في بيراميدز السنه اللي فاتت، هتلاقي ان هدف احنا جبنا منهم هدف من طاهر محمد طاهر الضربه الركنيه اللي هي اتلعبت وطاير محمد طاهر حطها في الكاس. نفس الهدف. فهم عندهم مشكله في الضربات الركنيه في الماتشات دي، اللي بيدافع كويس هو اللي بيكسب. مهم جدا النهارده مارسيل كولر، انا شفت تجربتين، تجربه كابتن سامي قمصان لما لعبهم وسوارج لما لعبهم، ماتشات بيراميدز بالذات. كابتن سامي قمصان لما جه لعبهم عمل ايه؟ عمل مباراه دفاعيه بشكل كويس، وقدر ان هو يخلص من خلال ايه؟ من خلال ضربه. ادي كابتن سامي كان في المباراه دي قدر يخلص من تفصيله صغيره زي ضربه ركنيه. الجون الثاني برضو اكثر من ممتاز، كان من احلى اهداف الاهلي في الموسم ده، لانه كان من هجمه مرتده قدر من خلالها، من خلال محمد الشناوي بيحضر الهجمه من تحت، فهات الهدف الثاني قدر ان انت من خلالها في لمستين ثلاثه تضرب بيراميدز في ظهره اهو. لا لو تعرف تجيبها من الاول احسن كمان، لان اللعبه كانت جايه من عند محمد الشناوي القفشه مررها لحسام حسن قدر ان هو يسجل الهدف. فهنا كابتن سامي قمصان عرف يلعبهم صح. سوارش مشكلته ما كانش عارف يلعبهم صح، ليه؟ نزل فتح الملعب وكان ما كناش عارفين نحضر الهجمه فخسرنا. لكن انت مباراه بيراميدز اللي بيعرف يدافع كويس مباراه بيراميدز ويقفل صح ويقدر يبني الهجمه بشكل كويس ويستغل ويقلل من الاخطاء. مباراه بيراميدز ما اعرفش بيبقى فيها اخطاء غريبه ملهاش لازمه. لا واحده كمان بص بطء علي جبر، بص مش ممكن يعني، واحده من النقط فعلا مهمه جدا جدا، انت بقى تحاول ان انت تحط لعيبتك السريعه في مواقف واحد على واحد مع المساكين. يعني هو طبعا هو اكيد اسامه جلال هيبقى احد ثنائي الدفاع، هيختار هو احمد سامي او علي جبر، الاثنين تقال والاثنين بطاء، لازم فعلا يتلعب عليهم ولازم يتحط معاهم يعني اجنحه انها تخش لجوه، طالما انت اكيد هنطير الفول باكس بتوعنا، فتحط معاهم اللعيبه السريعه عشان تقدر تديهم مساحه مواقف واحد واحد، زي برضه هم هيحاولوا يعملوا معانا على محمد هاني وعلي معلول.
طيب الارقام الخاصه بقى بمقارنات لعيبه النادي الاهلي ولاعبي نادي بيراميدز. الاول المقارنات نبدا بمقارنه محمد الشناوي واحمد الشناوي حراسه المرمى. او عايز تقول الارقام من الاول؟ الارقام بيراميدز الاول بصفه عامه. اتفضل. الاكثر تسجيل الاهداف ده ارقام بيراميدز في الدوري، اكثر هداف الفرقه عندهم مصطفى فتحي وفخري لقاي الاثنين مسجلين 3 اهداف. الاكثر اسيست مصطفى فتحي وفخري لقاي ورمضان صبحي 2 اسيست. ده بتبين لك اهميه اللعيبه، المهمه قوي عندهم مصطفى فتحي وفخري لقاي تحديدا، ورمضان صبحي برده لانه موجود في الاكثر صناعه للفرص، فخري لقاي ورمضان صبحي 15 فرصه. الاكثر محاولات على المرمى كل 90 دقيقه فخري لقاي ومصطفى فتحي. الاكثر محاولات صحيحه مصطفى فتحي 1.4 ده في المباراه الواحده يعني. الاكثر تمريرات صحيحه كل 90 دقيقه بلاتي توري بيوصل 69 تمريره صح في الماتش الواحد. اتفضل يا كريم. طبعا اكيد يعني ارقام بصراحه فخ لقاي لازم نخلي بالنا منه بصراحه، يعني الارقام بتاعته يعني الراجل في كل سريع جدا. انا شفت له مباراه قريبا جدا يعني من اسبوع 10 يعني او من الاتحاد او الداخليه مش فاكر، الاتحاد تقريبا 3-0 3-0 الجول الثاني التحول الكبير جدا وسرعته هو جاب الجول اللي هو حطها بيمينه في على شمال مهدي سليمان صح، فبالتالي لعيب كويس جدا خد سبرنت رائع يعني. لازم ناخد بالنا منه بصراحه يعني. نعم نروح بقى للارقام، المقارنه بين النادي الاهلي وبيراميدز بشكل عام كفرق. طبعا النادي الاهلي محقق 24 نقطه، بيراميدز محقق 20، النادي الاهلي فاز 7 مباريات، بيراميدز فاز 6 برضه يعني قريبين من بعض. النادي الاهلي تعادل 3، بيراميدز تعادل 2، النادي الاهلي ما خسرش، بيراميدز خسر ماتشين، النادي الاهلي احرز 17 هدف، نادي بيراميدز احرز 14. الارقام نحس كده هي متشابهه يعني، النادي الاهلي استقبل 5 اهداف فقط، نادي بيراميدز استقبل 6، متوسط استحواذ 60% هنا برده 60.9%، الكلين شيت هنا 5 هنا 5، معدل المحاولات الصحيحه على المرمى كل 90 دقيقه في النادي الاهلي 5.7، في بيراميدز 4.6، وصناعه الاهداف في المباراه الواحده 16 و20، اهدار الفرص 12-19 بيراميدز، التمريرات الصحيحه 420-480، التمريرات الطوليه 32-39. الاداء بصراحه متشابه للغايه، العرضيات 5.2 في بيراميدز 4.4، النادي الاهلي حصل على 4 ركلات جزاء في حين حصل نادي بيراميدز على 3. الفرقتين يعني تحس يا كابتن اسلام الارقام قريبه جدا، وده يبين لك مدى التنافسيه العاليه اللي هتكون في المباراه. وبرضه هاخد كلمه من ثابت قالها كلمه حلوه في المباراه دي، انت بتلعب على غلطه صحيح، بتلعب على استغلال يعني لازم فرصة. تقلل غلطاتك، التركيز بتاعك لا لازم يبقى في قمته، لان الماتشات دي فعلا انت مش هتلعب مش اوبن جيم بقى والفرصه اللي هتضيع انت تقدر تصنعها مره واثنين وثلاثه، لا ده في وقت. لو نفتكر ماتش لما كان بيراميدز متقدم 1-0 النادي الاهلي جاب هدفين، بعد كده بيراميدز خد غلطه محمد الشناوي في الدقيقه 95 وتعادل منها بالهدف الثاني. لا المباراه دي عايزه تركيز عالي جدا جدا جدا، ان انت بتلاعب منافس مش قليل. وبرضه عايز ارجع للارقام اللي انا ثابت، 4 لعيبه في بيراميدز حاول على قد ما تقدر تخرج 2 منهم بره الماتش، لو 2 بس من الاربعه، رمضان صبحي فخري لقاي وبلاتي توري ومصطفى فتحي، 2 بس من الاربعه دول خرجوا بره الفريق، انت بتقلل من قوته الهجوميه 50%. طبعا احنا بنحاول ان احنا نبرز عشان تبقوا حضراتكم عارفين، بس بنحاول ان احنا نبرز كل نقاط القوه اللي موجوده في بيراميدز، ولكن احنا قلنا نقاط الضعف الواضحه جدا اللي موجوده في بيراميدز، بس عشان الناس عملت بس انا على المستوى الشخصي احب لا انا على المستوى امان انا كريم سعيد انا احب احترم جدا جدا المنافس بزياده قبل المباراه، لا مش بزياده بصراحه، انا حابب انا قبل المباراه ماشي، لكن انا احب كده اتكلم مقارنه ونقاط ضعف على طول. مقارنه الحراس محمد الشناوي واحمد الشناوي، محمد الشناوي 34 سنه، احمد الشناوي 31، الاثنين لعبوا 10 مباريات، استقبلوا الاهداف الشناوي استقبل 5 اهداف السنه دي، احمد الشناوي استقبل 6، الكلين شيت يعني حافظوا على نظافه شباكهم 5 ماتشات الشناوي واحمد الشناوي 5. معانا برده مقارنه مهمه قوي ما بين علي معلول ومحمد حمدي. بص علي معلول في حته تانية يا جماعه في الدوري المصري، احسن باك شمال لا يعلى عليه يعني. علي معلول لعب 8، محمد حمدي بالمناسبه هو الباك اليمين الاساسي بتاع منتخب مصر وعلي معلول بتاع منتخب تونس. عدد المشاركات معلول لعب 8 ماتشات بس، جاب جونين وصنع 3، محمد حمدي لعب 10 سجل هدف وما صنعش ولا هدف. صناعه الفرص علي معلول 23 فرصه، محمد حمدي 4 فرص بس. العرضيات الصحيحه 18 فرصه 18 عرضيه صح لعلي معلول مقابل 3 عرضيات صح لمحمد حمدي. المحاولات الصحيحه 2 هنا و2 هنا. طبعا الارقام كبيره جدا لعلي معلول. كمل كريم سافيو ومصطفى فتحي. نروح بقى لسافيو ومصطفى فتحي.
سافيو لعب 10 مباريات، مصطفى فتحي لعب 10 مباريات، سافيو سجل هدف واحد في حين مصطفى فتحي سجل 3، سافيو صنع 2 برضه مصطفى فتحي قدر ان هو يصنع 2 في صناعه الفرص، مصطفى فتحي متفوق ان سافيو صنع بس 7 فرص لزمايله في حين مصطفى فتحي صنع 13 فرصه، محاولات ناجحه سافيو مراوغات ناجحه، سافيو عمل 4 مصطفى فتحي عمل 3 برضه قريبين، محاولات صحيحه سافيو عمل 5 فقط في حين مصطفى فتحي عمل 11، يعني من الارقام في تفوق خفيف لمصطفى فتحي. طيب اليو ديانج وبلاتي توريه هنا الارتكاز هنا والارتكاز هنا، اليو ديانج 7 مشاركات طبعا مشاركتين اقل من بلاتي توريه، بلاتي توريه لعب 9 صنع فرص، بلاتي توريه 7 اليو ديانج 3، التمريرات الصحيحه في المباراه الواحده بلاتي توريه بيعمل لا فالموسم كله بلاتي توريه عامل 555 تمريره صح، اليو ديانج عامل 368 تمريره صح، التاكلينج الصحيح 9 لاليو ديانج 10 لبلاتي توريه، المراوغات الناجحه 5 لاليو ديانج 6 لبلاتي توريه، الانترسبشن اللي هي التدخلات الدفاعيه 16 لاليو ديانج و10 لبلاتي توريه، مع مراعاه ان اليو ديانج لاعب ماتشين اقل من بلاتي توريه. طيب اذا دي المقارنات اللاعبين ما بين النادي الاهلي ونادي بيراميدز، ان شاء الله ربنا يكرم ونشوف مباراه جيده تليق الحقيقه باسم النادي الاهلي وتليق باسم نادي بيراميدز، دايما منتظرين من الفريقين ان احنا نشوف مباراه حلوه، حكم كبير له اسمه، حكم يعني انا نقطتي الوحيده في هذه النقطه برضو واخد رايكم سريعا في هذا الامر لانه مهم جدا، انا نقطتي الوحيده ان واحد جاي من نهائي كاس عالم هيكون بيفكر في الماتش ازاي، هو حكم كبير يعني حكم دولي طبعًا كبير طبعًا دولي من لا احد يستطيع ان هو يقول غير كده، مش احنا اللي هنقول راينا، ولكن انا اقصد اقول يعني واحد جاي من كاس عالم هو على فكره كان حكم نهائي هو كاس عالم حكم اهلي وزمالك قبليها في نهائي كاس مصر قبل كاس العالم وبعد كاس العالم حاجه طبعا حاجه مختلفه، ولكن هو برضو هو على فكره ما بيديش كروت حمراء، يعني انا لما شفت احصائياته لقيت ان هو بيدي انذارات كتير، يعني بيدي 5 انذارات في الماتش الواحد، مش بتكلم فنيا انا بتكلم في نقطه ان هو واحد لعب نهائي كاس نفسيا عالم يعني نفسيا حتى يعني نفسيا ان هو كان في قمه الكوره يعني بالزبط. قمه كره القدم ان هو بيحكم نهائي كاس عالم وكده، بس هو ممكن يكون عايز يصلح لان عليه كلام من فرنسا بتنتقده ان ازاي انت تحسب يعني الهدف بتاع ميسي، هذه المباريات هي اللي تفرق معاه ازاي برضه بشوف طبعا هي جزء من شغله ان هو كده جاله عرض ان هو يحكم مباراه كبيره في مصر، فاكيد هو يعني ده جزء من الشغل برضه، بس اكيد هو انا معاك ان هو عقليته قبل تحكيمه لمباراه نهائي المونديال حاجه وبعد نهائي المونديال حاجه في الثقه وبعد نهائي المونديال ده راجل يعني وصل ثقته، حتى في المؤتمر الصحفي اللي رد فيه على الاعلام الفرنسي كان جريء جدا وكان قوي وجاب حقه وطلع لهم فيديو بالموبايل راجل واثق من نفسه، فانا انا مبسوط ان احنا بنجيب هذه النوعيه من الحكام في المدرسه، بس ده بيدعى لجنه الارقام تحت ضغط لان الفتره القادمه ما هو انت لازم تجيب هذا يعني طبعا بس تاني. هو الفكره يا كابتن اسلام ان وجود هذا الرجل في الملعب هيخلي 22 لاعب في الملعب مرتاحين، ده راجل حاجه مهمه، عموما نتمنى ان احنا نشوف مباراه جيده، طبعا المباراه بكره الساعه 7 وكالعاده استوديو قناه النادي الاهلي هيكون في تمام الساعه 5 قبل المباراه، نتمنى فوز الاهلي بساعتين ان شاء الله، طبعا نتمنى فوز النادي الاهلي، وكالعاده هيبقى الاستوديو التحليلي ما قبل المباراه، كواليس ما قبل المباراه بساعتين، وان شاء الله بعد المباراه وان شاء الله نكون مع حضراتكم، احنا بقى انا هكون مع حضراتكم بالليل بعد نهايه الاستوديو التحليلي، انا بشكرك جدا يا احمد على وجودك معانا، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، بالتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله يا رب ان شاء الله، شكرا جزيلا، شكرا اسلام، كل سنه طيب وكل سنه ومصر كلها طيبه بالعام الجديد، كل سنه وانتم طيبين، انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله غدا حلقه جديده من البيت الكبير.